يا صباح الخيرات على حضراتكم، صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وكمان على قناة أون. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا كلنا تابعنا وصول المصابين بفيروس كورونا لمليون مصاب في كل دول العالم، والقلق اللي عمله الرقم ده رغم الجهود اللي بتبذلها كل دولة لاحتوائه. بأكد على حضراتكم أننا الحمد لله في مصر موقفنا كويس جدا لحد دلوقتي، على الرغم من زيادة أعداد المصابين إلا أنها ما زالت في الإطار المعقول والقابل للسيطرة، لأننا ببساطة اتعاملنا مع الأزمة دي من بدري وبقى في التزام مننا خلال الفترة اللي فاتت، لكن ده مش المفروض أبدا أن يخلينا نقلل من احتياطاتنا أو حتى نخفف من العزل المنزلي اللي بنعمله لنفسنا حتى في غير أوقات الحظر، وده لأن الأزمة دي مش هتنتهي غير وإحنا في البيت. حاليا السوشيال ميديا مليانة كوميكس على فكرة تجديد الأسبوعين، يعني إحنا طبعا شعب مصري شعب معروف إن هو دمه خفيف، من أهم سمات الشعب المصري خفة دمه، وكل الناس بتسأل ليه الأسبوعين دول مهمين، إشمعنى الأسبوعين دول؟ فده خلاني يعني أفكر إني أذكر حضراتكم وأوضح ليه الأسبوعين بالتحديد أو ليه مدة الأسبوعين بالتحديد. بمنتهى البساطة الأسبوعين دول عشان نقدر نحتوي الموقف، لأن فترة حضانة المرض هي 14 يوم. 14 يوم هي الفترة اللي المرض بيعيش فيها في جسمنا، عشان نقضي عليه ونرجع لحياتنا الطبيعية من غير كورونا لازم كلنا نلتزم بالعزل طول المدة دي، وكلنا يعني كلنا، لأننا لما بننزل بدون مبرر وبتحصل إصابة بيبقى لازم المدة دي تتجدد مرة تانية عشان نضمن أن الإصابات اللي اكتشفناها دي ما تتنقلش لحد تاني، وبالتالي يفضل الفيروس موجود ما بيننا. عشان كده في عمليات بحث وترصد بتقوم بيها وزارة الصحة، وإحنا اللي في إيدينا أننا ننهي الأزمة دي في أسرع وقت وبأقل الخسائر لو فضلنا في بيوتنا، وحتى لو اضطرينا ننزل ننزل في الأوقات اللي مسموح بيها، ولازم نعمل احتياطاتنا كويس جدا وما نحاولش أبدا نفضل برا البيت لفترة طويلة، لأننا في النهاية بنحارب عدو إحنا مش شايفينه، وفرصته الوحيدة في البقاء هي أنه يعيش من خلالنا إحنا، فالأفضل أننا نبعد عنه ونسيبه يموت لوحده من غير ما نكون سبب يديه الحياة أو سبب أنه يسبب لغيرنا الإصابة أو الموت لا قدر الله. ربنا يحفظكم ويشفي كل المصابين في مصر وفي كل دول العالم، وإن شاء الله وبإذن الله الأزمة دي تعدي طول ما إحنا عندنا وعي وملتزمين بحماية نفسنا عشان نحمي أسرنا وبلدنا. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. إيه هو فيروس كورونا المستجد؟ هو فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي ممكن تسبب سلسلة من الأمراض بتبدأ من نزلة برد وبتوصل لمتلازمة تنفسية حادة. بعض الفيروسات دي بيصيب الإنسان والبعض الآخر بينتشر بين الحيوانات، خصوصاً لو في تاريخ مخالطة لحالة مصابة أو لو لسه راجع من أحد الدول المنتشر فيها المرض. إيه هي أكتر فئات معرضة للإصابة وظهور الأعراض؟ الفيروس بيصيب جميع الفئات، لكن أكتر فئات معرضة لظهور الأعراض هي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة زي السكر والربو وخلافه. عشان كده مسؤوليتنا إننا نحميهم ونحاول ما ننقلش ليهم العدوى، وده بإننا نتجنب الإصابة بالفيروس. إزاي تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا؟ عن طريق الوقاية الشخصية زي غسل الإيد باستمرار، حماية الجهاز التنفسي، والممارسات الغذائية السليمة. إزاي بيتنقل فيروس كورونا؟ عن طريق استخدام أدوات المريض أو لمس الأسطح الملوثة ولمس الأنف أو العين أو الفم بعدها، أو عن طريق الرذاذ المتطاير من السعال أو العطس، أو الاختلاط المباشر بالمصابين، أو الاختلاط المباشر بحيوانات ممكن تكون حاملة للفيروس. طرق الوقاية من فيروس كورونا هي أنك تغسل إيدك دايماً بالمية والصابون أو تنظفها بمطهر كحولي، خاصة بعد السعال أو العطس. استخدام مناديل عند السعال أو العطس وتخلص منها فوراً في أقرب سلة مهملات مغلقة أو العطس أعلى الكوع في أسوأ الظروف لو مش متوفر مناديل. حاول تتجنب التعامل مع الحيوانات واغسل إيدك كويس بالمية والصابون لو اضطريت تتعامل معاهم. وبصفة عامة حاول ما تلمسش العين والأنف والفم بإيدك من غير ما تغسلها. حافظ على النظافة الشخصية ودايما تنظف الأسطح والأرضيات بالمطهرات. اتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين بالحمى والكحة وما تستخدمش أدواتهم الشخصية. البس الكمامة لو اضطريت تتعامل مع أي حالة مشتبه إصابتها. ومع كل ده لازم تحافظ على العادات الصحية زي التوازن الغذائي والنشاط البدني، وابعد تماما عن التدخين خصوصا الشيشة، وكمان حاول تتجنب التجمعات وحافظ على التهوية الجيدة. طيب لو أنا عندي أعراض المرض أعمل إيه؟ أول حاجة استريح في البيت وحاول ما تخلطش حد لأطول فترة ممكنة واللي هي 14 يوم.
وفي حالة إن عندك الأعراض وفي تاريخ مخالطة مع حالة مصابة أو رجوع من بلد فيها نسبة إصابة عالية، كلم الخط الساخن 105 فوراً. ولو عايز معلومات أكتر، ادخل على الويب سايت www.care.gov.eg. بعد إذنكم ياريت نلتزم بالإرشادات وبالإجراءات الاحترازية عشان نحاول نطلع من الأزمة دي بإذن الله في وقت سريع جدا، وزي ما قلت لحضراتكم بأقل الخسائر دلوقتي. ولازم قبل طبعا ما أبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، لازم أرحب بزمايلي في الاستوديو حسام ومنى. صباح الخير عليكم. صباح الخير. طبعا يعني للأسف الأعداد بتتزايد في العالم كله، وأكيد بتتزايد كمان في مصر، لكن الحمد لله بحد معقول جدا. لكن الشعب المصري برضو ليه كده، ليه طريقته إن هو في استقبال المواقف، بتتابعوا طبعا السوشيال ميديا، شايفين بقى تعامل المصريين إزاي على السوشيال ميديا طبعا في أزمة كورونا. لازم نتكلم في الموضوع ده قبل لسه قبل الهوا كنا بنتكلم في القصه دي، فكره ان احنا يعني شايفين السوشيال ميديا. الاول احنا صبحنا مشاهدينا، صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان، طبعا كل الناس بتشوف. فكره ان احنا عمالين نشوف كوميكس بقى من امبارح، الناس كلها عماله تتريق وتحط حاجات تضحك، هي قد ما هي بتضحك قد ما هي يا جماعه يعني لازم واخدين بالنا انها فكره ان الاسبوع يا جماعه كل شويه تقولوا لنا الاسبوع الجاي هو الاسبوع الفيصل، والناس احيانا بتتريق شويه، لكن طبعا منا انت كان عندك وجهه نظر. يا جماعه لو قعدنا في البيت والله هتبقى الفيصل يعني هنخلص، بس هي المشكله ان احنا مش بنقعد او ان احنا بنتحرك، اللي عنده شغل اللي عنده حاجه مهمه جدا ما حدش بيقدر يتكلم، لكن المشكله ان احنا طول ما احنا مش بنقعد، طول ما احنا الاسبوعين هيجر اسبوعين هيجر اسبوعين. طيب خلينا نوريهم شويه، يمكن هنشوف محركه على الشاشه كده سريعا برضو بعض الارقام عالميا، يمكن برضو ايه شويه خلينا نتعظ. احنا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده وفقا طبعا لمنظمه الصحه العالميه، عندنا اكتر من 1,099,000 اصابه. لو حضراتكم فاكرين امبارح كانت مليون، النهارده 1,099,000 اصابه في العالم، في العالم كله. برضو اعداد الحقيقه الوفيات وصلت ل 59,000، امبارح كانت 50,000. اذا المعدل سريع جدا، وقوه هذا الفيروس في سرعه انتشاره وقوه انتشاره. ممكن نكون متضررين دلوقتي من القعده وبنقول احنا زهقنا وكده، لكن الحقيقه كل المؤشرات في الدول الاوروبيه والدول الكبرى بتقول انه الموضوع ممكن يطول عن كده. فعلى قد ما هنلتزم دلوقتي، على قد ما هنقدر نقلل الفتره دي، يا اللي هنخش الحقيقه في فترات اكتر واكتر من كده بكتير. فانت اختار، عايز تقعد دلوقتي اسبوع ولا اسبوعين، ولا عايز تقعد شهور، ده في ايدك انت، وانت هتقرر بناء على المعلومات اللي عرضناها. والنقطة مش كده بس، هل هنتحمل فكرة ان احنا نفضل قاعدين كتير؟ يا جماعة احنا مش عايزين نبقى بنوقع البلد، ما صدقنا نشم نفسنا وما صدقنا نقف على رجلينا. فالله يخليكم نحاول نساعد نفسنا قبل ما نساعد البلد بان احنا نقعد في البيت قد ما نقدر الفترة دي. صحيح طبعا منى حسام، هي الارقام طبعا يعني للأسف ارقام من المؤسف ان هي طبعا بتزيد، لكن الحمد لله ان احنا برضو لسه الارقام عندنا زي ما قلنا في حدود المتوقع، وحلو ان احنا نهزر ونهون على بعض بس نكون فاهمين، يعني ما يبقاش في استخفاف بالموقف، لكن برضو ما نستقبلش المواضيع بخوف وبزار، نفضل زي ما احنا نهزر وكل حاجه بس واحنا فاهمين. منى حسام بشكركم جدا، وهرجع لكم طبعا تاني على مدار الحلقه عشان تتابع باقي فقرات صباح الخير معاكم. شكرا. مشاهدينا عايزين نفكر حضراتكم اننا مستنيين المشاركات والاستفسارات والمقترحات من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، واللي بتظهر على الشاشه بشكل مستمر، واحنا هنكون مستنيين رسائل حضراتكم. دلوقتي هنبدا معاكم اول فقره في صباح الخير يا مصر، وهي الاخبار المهمه اللي حصلت امبارح، وهنبداها بمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه مع عدد من القاده الافارقه والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومدير عام منظمه الصحه العالميه. ضمت القمه رئيس جنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورؤساء كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطيه، السنغال، رواندا، زيمبابوي ورئيس وزراء اثيوبيا، بالاضافه لرئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي ورئيس مركز الاتحاد الافريقي لمكافحه الامراض. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة المصغرة انعقدت لمتابعة نتائج القمة السابقة بين القادة الأفارقة اللي بحثوا فيها التعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الدول الأفريقية وتحديد أولوية القارة لمكافحة الفيروس بالتنسيق مع المجتمع الدولي، ده غير التشاور بخصوص نتائج اجتماع قمة مجموعة العشرين الأخيرة والتنسيق مع دولها بخصوص الاحتياجات الأفريقية. وأكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التحرك مع دول مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لدعم الدول الأفريقية ومساندتها
في المرحلة الحالية، واللي بيتم من خلال حشد التمويل وتقديم المساعدة المالية الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لأزمة فيروس كورونا. ده طبعا بيجي في إطار قيام الدولة الأفريقية بمخاطبة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بشكل جماعي وموحد في إطار مؤسسي من خلال الاتحاد الأفريقي. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسمية في موقع تويتر رسالة للمصريين بمناسبة يوم اليتيم، قال فيها: نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم الذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية لأنهم أمل مصر ومستقبلها. أيضا شاركت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري في الاحتفال بيوم اليتيم، بعدما كتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة قالت فيها: إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله. أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة. رئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أجرى اتصال تليفوني برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق في مواجهة انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم الممكن في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها إيطاليا من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات الصحية في البلدين. وخلال الاتصال أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في المحنة الحالية واللي بيعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مارس 2020، واللي وضح استقبال المنظومة ل 107 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر اللي فات، عشان يبقى شهر مارس هو أعلى شهر من حيث استقبال الشكاوى والتفاعل معها، وده من بداية صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة في يوليو 2017. وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات والمحافظات والأجهزة المحلية اللي تفاعلت مع شكاوى المواطنين واشتغلت على حلها. كمان وجه الشكر للعاملين في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على جهودهم المضاعفة في تلقي العدد غير المسبوق من الشكاوى والتعامل معه. أما بخصوص الشكاوى 107 ألف، فأكد دكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه في 94 ألف شكوى تم الانتهاء من فحصها ومراجعتها خلال شهر مارس، وتم توجيه 82 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 12 ألف شكوى، وجاري استكمال فحص 13 ألف شكوى. هنروح لبيان وزارة الصحة اللي أعلنت عن خروج 15 مصري من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد تلقي الرعاية الطبية وتمام شفائهم حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، عشان يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ل 216 حالة من بين 296 تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية. وسجلت الوزارة امبارح 120 حالة إيجابية جديدة لثلاث أجانب و 117 مصري، من بينهم عائدين من الخارج ومخالطين للحالات الإيجابية اللي تم اكتشافها والإعلان عنها قبل كده، ده بالإضافة لوفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين، عشان يرتفع عدد الوفيات ل 66 حالة وفاة. بكده يكون إجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا هو 985 حالة، من ضمنهم 216 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل. أما مدير الصحة العالمية تدرس أدانوم وجه الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد بالتزام الرئيس القوي بالوقوف والتصدي لفيروس كورونا القاتل ومنع انتشاره. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في تغريدة على صفحته بموقع تويتر أن الرئيس السيسي قام بعمل عظيم بعدما أكد ضمان حصول المتضررين من فيروس كورونا على دعم واسع النطاق، طبعا ده غير إشادته الكبيرة بإجراءات مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا. أعاد أدانوم تغريدة لمجلة إيجيبت توداي واللي أبرزت توقيع رئيس عبد الفتاح السيسي على قرار
بتكفل صندوق تحيا مصر بنفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين واللي تم إجلائهم من الخارج بسبب فيروس كورونا. امبارح كمان أكدت وزارة الأوقاف عدم فتح المساجد أو الزوايا إلا بعد زوال سبب الغلق، واللي حددته الوزارة في بيانها بشرطين. الشرط الأول هو عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كلها، والشرط الثاني هو عودة الحياة لطبيعتها، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات ما بتشكلش أي خطر بالنسبة لنقل العدوى بفيروس كورونا للمواطنين. أكدت الأوقاف أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع. أيضا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تابعت جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية في المحافظات، واللي بتتم بالتعاون مع وزراء التنمية المحلية ضمن إجراءات الوزارة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى بفيروس كورونا. ونفذت الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كتير من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة. ده للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها في المحافظات الأربعة كفر الشيخ، أسيوط، وقنا والغربية اللي بيتنفذ فيها البرنامج. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن كل قطاعات وزارة الزراعة الحيوية بتشتغل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية عشان تستمر في عملها لدعم الاقتصاد الوطني، وأن قطاعات وزارة الزراعة بتشتغل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال الأزمة اللي بيمر بيها العالم كله بسبب فيروس كورونا. من القطاعات دي الحجر الزراعي المصري اللي بيسابق الزمن وبيشتغل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية بسرعة كبيرة لتوفير العملة الصعبة اللي بتحتاجها مصر. وأكد وزير الزراعة أننا بنقوم بتصدير الفائض من السلع الزراعية اللي بنحقق منها الاكتفاء الذاتي ونوفر احتياجات السوق المحلي. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نشر فيديو بيوضح فيه احتساب توقيت الامتحان التجريبي لأولى ثانوي. خلينا نتابع ونرجع لحضراتكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة حابب أكلم حضراتكم عن امتحان الإلكتروني اللي هنعمله إن شاء الله لطلاب الصف الأول الثانوي، أو التجربة اللي هتتعمل تبدأ يوم الأحد 5 إبريل وتمتد حتى الأربع 22 إبريل حسب الجدول اللي قدام حضراتكم واللي نشرناه من كام يوم. الجدول ده مع التوزيع بتاع المحافظات خلق سؤال متكرر جدا، الناس ملتبس عليها ليه بعض المواد طول الامتحان ساعات يكون ساعة ونص أو ثلاث ساعات أو ساعتين ونص، بينما التقسيمة بتاعة المحافظات فترات طولها ساعتين. تعالوا نشوف كده مع بعض. لو احنا في محافظة القاهرة أو المنوفية أو كفر الشيخ أو الفيوم الأقصر أو البحر الأحمر، هي المجموعة الأولى مكتوب عليها دي من 8 ل 10 صباحا. معنى الكلام ده الفترة اللي هي من 8 ل 10 صباحا دي بالنسبة لنا نافذة زمنية أثناءها ممكن لأي حد في المحافظات دي يفتح الامتحان ويبتدي حله، بس مش لازم الامتحان يبتدي الساعة 8. ممكن تخش على الامتحان 8 وممكن أخش 9، ممكن أخش 9 ونص طالما أنا بين 8 و 10. طب افرض انا دخلت 9:30 وداخل امتحان العربي اللي طوله 3 ساعات، كده هنمسك العداد من اللحظه اللي دخلت فيها نعد 3 ساعات، هيخلص 12:30. ده اوكي، مفيش اي مشكله فيه. مش 8 ل 10 هي المسافه اللي انا همتحن فيها، دي المسافه اللي ممكن خلالها افتح الامتحان واخش عليه. فممكن عندي اختيار اخش في اي وقت بين خلال الساعتين دول. نفس الكلام هينطبق طبعا على بقية المحافظات. لو أنا في الدقهلية، اليوبية، بحيرة كده، المجموعة دي من 12 ل 2 أقدر لو أنا طالب في أحد هذه المحافظات أخش في أي وقت بين 12 و 2 وأنا مش قلقان طول الامتحان قد إيه. طول الامتحان بيتحسب من لحظة دخولي، بيبتدي العداد يشتغل. فاللي دخل 12 امتحانه هيخلص الساعة 3، اللي دخل الساعة 1 امتحانه هيخلص الساعة 4، دخل الساعة 2 إلا 5 هيخلص الساعة 5 إلا 5 وهكذا. فبس عشان نفهم الصورة دي ليه احنا عاملين كده. عاملين كده لأنه عاملين كده علشان احنا المرة دي مضطرين نعتمد على الشبكات
من غير البنية التحتية اللي موجودة في المدارس. عشان ندخل احنا كلنا 600 ألف على الشبكة في لحظة واحدة، ممكن ده يبقى حمل كبير قوي على الشبكة. فاحنا كنا عاوزين نوزع الأحمال بحيث ما نخشش كلنا مع بعض، وبالتالي من المصلحة انه حتى في نفس المجموعة، مجموعة المحافظات اللي مثلا من 2 لـ 4 زي الشرقية واسكندرية والمنيا وأسيوط، مش لازم كلنا نخش الساعة 2. يعني ممكن يبقى أحسن لو ناس دخلت 2 وناس دخلت 2 وربع وناس دخلت 2 ونص، طالما إن هم هيفتحوا الامتحان في أي نقطة ما بين 2 و4. أي حد مثلا خارج المحافظات دي مش هيعرف يخش عليها، يعني مش عاوزين طالب في القاهرة مثلا يفوتوا الساعتين مش هيعرف يفتح الامتحان بعد كده، مش يحاول يخش مع مجموعة أخرى. الفكرة هنا هي توزيع الأحمال على الشبكة ده، بس عشان اللبس اللي حاصل طول الامتحان بيتحسب من لحظة دخول فتحك ليه، ولكن قدرتك تفتح الامتحان حسب المحافظة اللي انت فيها مرتبطة بالنافذة الزمنية المبينة في السلايد اللي على الشمال. أتمنى كده يكون الموضوع ده واضح، ونفتكر إنه دي تجربة، التجربة معمولة عشان لو في مشاكل نحلها مش نقلق منها، لأن مفيش درجات ولا حاجة. أي حد يتعثر في الوصول إلى الشبكة لسبب فني ما يقلقش خالص، هنحل المشكلة دي يا إما في ساعتها يا إما بعديها، بس المهم نعرفها لا ننزعج. هنعرف الشبكات شغالة كويس فين ومش شغالة كويس فين، ونبلغ وزارة الاتصالات اللي بتحاول معانا تحسن أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان. والأهم احنا بنحضر لمايو، فهدف التجربة ان احنا اي مشاكل نحلها قبل مايو، فما ننزعجش منها خالص في اللحظة دي. وأثناء حلك للامتحان لو بعد الامتحان ما خلص خالص جالك ايرور مثلا ان انا مش عارف ابعت النتيجة بتاعتك للسحابة، برضو ما نقلقش، لان الاجابات كلها مسجلة على الجهاز، واول ما الجهاز هيلقط مع الشبكة حتى بعد ما الامتحان خلص هيبعت الاجابات للسيستم، فما نقلقش على النقطة دي خالص. ولو حصل اي حاجة خلاف كده هيبقى في نمرة هتبلغونا من خلالها ونحل المشكلة. كل ده احنا بنجرب مع بعض من غير قلق ولا شد أعصاب ولا أي حاجة خالص، وهنمشي مع بعض في العدد ده من الامتحانات إن شاء الله، ويمشوا كله على خير، وبالتوفيق لكم جميعا. شكرا جزيلا. طبعا بنتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة، وإن شاء الله يعني بنتمنى يعني أن التجربة دي الحقيقة تلقى أكتر من النجاح المتوقع عليها، لأن هي تجربة مهمة جدا وإن شاء الله نقدر نبني عليها بعد كده. هنروح دلوقتي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشاركت في الاجتماع الوزاري الأفريقي بخصوص أزمة كورونا من خلال الفيديو كونفرنس، والاجتماع ده بيعتبر استكمال لاجتماع 19 مارس اللي فات. وأكد الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، ووضحت أن مصر عندها خطط وسيناريوهات لكل مرحلة بتواجهها من خلالها الدولة الأزمة الحالية. وشددت الوزيرة أن مبدأ الإنسانية من أولويات الدولة اللي اهتمت بالعمالة المصرية، وأن ده في الوقت اللي أغلب الدول لجأت لتخفيض ميزانيتها قامت مصر بزيادة ميزانيتها بالشكل اللي بيعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي طبقته الدولة وساهم في تصديها للأزمة الحالية. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت قبول سداد مقدمات الحجز أو الأقساط أو أي مستحقات على الوحدات السكنية أو الأراضي، والمفروض تتسدد خلال شهر إبريل عن طريق التحويل من أي بنك من بنوك الجمهورية لبنك التعمير والإسكان. وقال وزير الإسكان أن العميل هيتواصل مع فرع بنك التعمير والإسكان أو الوحدة أو يعني التابع الوحدة السكنية أو الأرض اللي تابعة ليه، وبياخد رقم الكود الخاص بالفرع وبيحول عليه المبلغ اللي المفروض يدفعه. ده طبعا للتسهيل على المواطنين ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد على أهمية الاستمرار بالمستوى المتميز اللي بتقدمه شركات البترول الوطنية اللي بتشتغل في الخارج، وده بعد النتائج المهمة اللي حققتها، وأكدت على الاحترافية اللي بتتمتع بها الكيانات البترولية المصرية
وقوتها وقدرتها على إنجاز الأعمال. وشدد الوزير على تطوير الكوادر المستمر بالشكل اللي بيتوافق مع مستجدات الصناعة البترولية ومتطلبات السوق. وأشاد الوزير بالدور اللي بتقوم به الكوادر البترولية المصرية في مشروعات التعاون المصري الأردني والتنفيذ الجيد لخطط وزارة الطاقة الأردنية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي. وأكد وزير البترول أن التكامل بين مصر والأردن في مشروعات الغاز الطبيعي بيشهد انطلاقة حقيقية. ده طبعا يعني بيدعمها إرادة سياسية قوية من قيادة البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أكد أنه وجه بتوفير أتوبيسات فاخرة نقلت الركاب العالقين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من واشنطن بعد وصولهم لمطار مرسى علم الدولي عشان تنقلهم لموقع الحجر الصحي في واحد من فنادق مدينة مرسى علم. وأكد المحافظ أن ده بيجي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج. تعالوا بقى نروح لخبر حلو جدا، خبر يعني ان شاء الله من الاخبار اللي هتخلينا كده نتفائل ان شاء الله هنقدر نتجاوز الازمه دي بخير باذن الله. جامعه زويل صممت 3 نماذج اوليه لاجهزه تنفس الصناعي بتكلفه منخفضه. النموذج الاول متوقع انه يخلص في خلال 5 ايام وبيعمل في مرحله ما قبل العنايه المركزه. تصميمه بيراعي سهوله الانتاج الكمي وتكلفته من 2000 الى 3000 جنيه مصري للوحده. النموذج الثاني هيخلص بكره وتكلفته الانتاجيه في حدود 10000 جنيه، ممكن استخدامه في علاج حالات الالتهاب الرئوي. اما النموذج الثالث جامعه زويل تعاونت فيه مع جامعه الينوي وبيتنفس في احد المصانع في مصر باستخدام مكونات محليه بالكامل. تكلفته هتكون اقل من نظيره المستورد بنسبه 70%، والفريق البحثي هينتج 10 وحدات منه يوم 7 ابريل. تالي ده من أهم الأخبار الحقيقة اللي ممكن نتابعها الأيام دي، لأن طبعا فكرة وجود أجهزة التنفس الاصطناعي هي من أهم الأجهزة اللي لازم تكون موجودة، واللي بتحاول دول كبيرة جدا أن هي توجه كل المصانع أن هي تنتجها في الوقت الحالي. يا رب إن شاء الله يعني التجربة دي تكمل على خير وننتج أكتر ما احنا كمان متوقعين. خلينا نروح لرئيس تحرير جريدة الأهرام الكاتب الصحفي علاء ثابت اللي نشر فيديو تفاعلي بيتضامن من خلاله مع الجيش الأبيض لأطباء مصر في ظل التضحية اللي بيقدموها عشان يتصدوا لفيروس كورونا. الأستاذ علاء قرر أنه يعقد اجتماع مجلس التحرير الأخير في انتشار الفيروس بالبلطو الأبيض. خلينا نروح نتابع ونرجع لحضراتكم على طول. النهاردة يوم استثنائي لاجتماع مجلس التحرير، هو رقم 48696 في 144 سنة اللي هي عمر الأهرام. احنا لأول مرة النهاردة بنلبس البلطو الأبيض تضامنا مع الأطباء في معركتهم الشرسة ضد فيروس كورونا. صحفيين احنا صوت الناس، والنهاردة احنا بنعمل هذا الشكل التضامني المعنوي اللي بنقدمه للأطباء ملائكة الرحمة، نيابة عن كل المصريين بنقول لهم ان احنا معاكم، حاسين بيكم، واقفين وراكم، لن ننسى جهدكم، بنشكركم. وكمان في جزء خاص بينا احنا في مجلس التحرير، ده هيبقى اخر اجتماع لينا بالشكل التفاعلي، هنجتمع بعد كده بشكل الكتروني بعد مرور كل هذه السنوات اللي عمره ما انقطع هذا الاجتماع او توقف يوم واحد، غير يمكن سنة 1882 لما توقف الاهرام لمدة اسبوع بامر من الخديوي وعاد بامر من الناس مرة اخرى للصدور ولم يتوقف بعد ذلك ابدا. المعركة ما هي سهلة، معركة محتاجة جهد، الأطباء يستحقوا الكثير، وعلشان نحافظ على هذه المنظومة الهامة جدا فلابد أنه يحصلوا جميعا على حقوقهم كاملة. مدرسة الطب المصرية قدمت مش لمصر بس، للعالم كله خبرات لن تنساها البشرية. شكرا لكل العاملين في المجال الصحي.
يمكن حد يجي بيقول ايه اهميه حاجه زي دي، ايه اهميه مبادره زي دي؟ الحقيقه ان التقدير المعنوي من اهم التقديرات اللي ممكن يحظى بيها اي حد او ممكن تحظى بيها اي فئه، خصوصا لو الفئه دي او القطاع ده كان فاكر ان هو قطاع منسي محدش بيفكر فيه. قطاع ابهرنا يعني بتفاعله بانجازاته ومجهوده اللي قام بيه في جائحه زي ما قالت منظمه الصحه العالميه على فيروس كورونا، كل التقدير ليهم يعني طبعا يستاهلوا التقدير المعنوي والتقدير المادي. شكرا شكرا لكل العاملين في قطاع الصحه. امبارح ايضا المتحدث باسم المستشاره الالمانيه انجلا ميركل قال انها انهت الحجر الصحي الذاتي ورجعت تمارس مهام عملها بعد ان اظهرت عده اختبارات عدم اصابتها بفيروس كورونا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنهت الحجر الصحي الذاتي وعادت لممارسة مهام المستشارية بعد أن أظهرت عدة اختبارات عدم إصابتها بفيروس كورونا. وخضعت ميركل للحجر الصحي الذاتي وكانت تعمل من المنزل بعدما تلقت تطعيماً في 20 مارس آذار على يد طبيب تبين فيما بعد إصابته بالفيروس. ووفقا لإحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79,696 حالة والوفيات إلى 1017. وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة. وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قال إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية في 2008 و2009، مضيفا أنه قد يتم تسجيل انكماش يزيد عن 8% في بعض الأشهر في النصف الأول من العام. وقال ألتماير إن الاقتصاد حقق أداء جيدا خلال أول شهرين من العام قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية في مارس آذار. امبارح كمان وضع مسؤولو الاتحاد الاوروبي لكره القدم خطه لاستئناف نشاط كره القدم في القاره العجوز خلال الفتره بين يوليو واغسطس، وطالب اليويفا مسؤولي روابط الدوريات المحليه بعدم الاعلان عن الغاء المسابقات بسبب وباء كورونا. وكده مشاهدينا يكون خلص استعرضنا لاهم الاخبار اللي حصلت امبارح، لكن فقراتنا لسه مستمره مع حضراتكم. وصباح الخير يا مصر مكمل لغايه الساعه 10 صباحا، هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم على طول. تابعنا مع حضراتكم قضية اللقاء الثاني طبعا أداء الفنانة علي الحجار، وكان كمان الفنانة حنان ماضي، وطبعا من ألحان عمر خيرت. كل سنة والفنان علي الحجار بخير. بالمناسبة علي الحجار حقيقة هو بينحدر من أسرة فنية، هي أسرة ليها أصول صعيدية، وكان والده أول من انتقل منها للقاهرة. كانت العيلة دي كانت مشهورة جدا في بني سويف إن كلهم صوتهم حلو، لكن والده الفنان إبراهيم الحجار كان أول من انتقل للقاهرة وراح تقدم في الإذاعة عشان يمتحن، والإذاعة يعني اعتمدته كمطرب. بالمناسبة كمان فنان علي الحجار ابتدى يشتغل من هو طفل صغير، لكن ابتدى يشتغل كرسام، كان بيرسم بالفحم لأهالي منطقته، كان بيرسم لهم صور شخصية. كل سنة والفنان علي الحجار بخير يا رب، وإن شاء الله قبال مليون سنة. كمان النهاردة عيد ميلاد أبلة فضيلة، أشهر سيدة إذاعية قدمت برامج للأطفال في مصر، تاريخ طويل لواحدة من السيدات اللي سابوا بصمة مميزة لأجيال كتير جدا. عشان كده صباح الخير يا مصر قرر يحتفل بعيد ميلادها في التقرير اللي جاي، تعالوا نتابع. طبعا مفيش حد في كل الأجيال لحد النهاردة ما يعرفش مين أبلة فضيلة. أبلة فضيلة بالمناسبة التحقت بكلية الحقوق، ده كان نزولا على رغبة أهلها، وهي صغيرة كانت بتجمع جيرانها وكانت بتقعد تحكي لهم قصص جيرانها، وصحابها كانت بتقعد تحكي لهم قصص. كانت كمان من دفعة أبلة فضيلة كان دكتور أسامة الباز وكمان دكتور عاطف صدقي. طبعا يعني أبلة فضيلة الحقيقة من أهم وأشهر الشخصيات في الإذاعة المصرية.
أما دلوقتي جه معادنا وفقرة الطقس، الفقرة اللي كل الناس تهتم بيها جدا دلوقتي ولازم تبتدي يومها في متابعتها طبعا عشان تعرف هتلبس ايه وهي نازلة وتعرف هتتعامل مع يومها ازاي. خلينا نروح دلوقتي لمنة وهتعرفنا اخر اخبار الطقس. صباح الخير عليك يا منة. صباح الفل عليك يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدينا. زي ما جمانة بتقول الناس بتبقى مستنيها عشان تعرف هي هتلبس ايه، لكن احنا محدش هينزل غير لو هو مضطر بس ينزل، غير كده احنا الزي الرسمي اللي موجود معانا دلوقتي في البيت البيجاما مش بنغيره لان احنا مش بننزل من البيت الا اذا دعت الضروره. هنبتدي على طول اخبارنا او درجات الحراره. خبراء هيئه الارصاد الجويه اكدوا ان النهارده في ارتفاع كبير في درجات الحراره، وتوقعوا ان الطقس النهارده في القاهره الكبرى هيكون حر في النهار مائل للبروده في الليل، والرياح هتكون نشطه جدا ومحمله بالاتربه. اما في الوجه البحري هيكون نفس الموضوع والرياح هتكون معتدله. اما السواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقية الجو فيها هيكون مائل للحرارة بالنهار مائل للبرودة بالليل، والرياح هتكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة وممكن توصل لحد العاصفة. أما في جنوب سيناء والبحر الأحمر الجو هيكون مائل للحرارة في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح هتكون معتدلة. وصعيد مصر كالمعتاد الجو في النهار هيكون فيه حر جدا، أما في الليل هيكون لطيف والرياح هتكون معتدلة. تعالوا مع بعض نتعرف على بيان بدرجات حرارة المتوقعة. بنبتدي كعادتنا من القاهرة، درجة الحرارة فيها العظمى 35 والصغرى 20، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 20، بورسعيد العظمى 29 والصغرى 19، طابة العظمى 30 والصغرى 19، كاترين العظمى 27 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23، والغردقة العظمى 31 والصغرى 23. نتحول للفيوم اللي الجو فيها حر، العظمى 35 والصغرى 20، المنيا العظمى 36 والصغرى 19، الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 20، بني سويف العظمى 30 والصغرى 20، أسوان العظمى 38 والصغرى 23. على التليفون معانا الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد. دكتورة إيمان صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتورة إيمان، احنا شايفين ان الجو النهاردة هيكون حر واحنا كنا متوقعين الموجة الحارة دي، نتوقع انها تستمر معانا شوية؟ هو طبعا فعلا في ارتفاع في درجات الحرارة بدأ منذ أمس، النهاردة أعلى من المعدل بحوالي من 7 ل 8 درجات، هتوصل ل 35 درجة على القاهرة، ده هيستمر معانا النهاردة، وغدا تنخفض قليلا توصل ل 31 درجة لكن ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية. بداية من يوم الاثنين إن شاء الله تبدأ تنخفض درجات الحرارة وترجع للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة النهاردة وبكرة هيكون في نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد وأيضا على القاهرة، ممكن يوصل لحد العاصفة على مناطق من غرب البلاد. أما يوم الاثنين تعتدل سرعات الرياح وتعود لطبيعتها إن شاء الله. أيضا في اضطراب في حركة الملاحة البحرية النهاردة وبكرة وخاصة على البحر المتوسط، ارتفاع الموج هيتراوح من 3 أمتار ل 3.5 متر، وده طبعا البحر هيكون مضطرب وغير مهيأ لعمليات الصيد والملاحة، ده بالنسبة للبحر المتوسط إن شاء الله. بالنسبة للصعيد والمحافظات الجنوبية الجو هيكون فيها شديد الحرارة دكتورة إيمان النهاردة؟ طبعا الصعيد وجنوب البلاد درجات الحراره هتكون اعلى من المعدلات بحوالي تقريبا 10 درجات، هتوصل من 38 39 درجه، غدا توصل ل 40 درجه، ده طبعا المتوقع بالنسبه للجنوب، فالجو فعلا هيكون شديد الحراره بالنسبه لهذا الوقت من العام، وده هيستمر معانا ان شاء الله النهارده وبكره وحتى يوم الاثنين، يعني الانخفاض هيوصل لشمال البلاد يوم الاثنين، لكن الجنوب لسه هيستمر متاثر بارتفاع درجات الحراره يوم الاثنين القادم ان شاء الله. هنصيف امتى يا دكتور؟ يعني خلينا ممكن نقول دلوقتي ان احنا لسه نخفف الملابس تدريجيا، بلاش ان احنا نصيف طبعا تجنبا للاصابه بنزلات البرد، لكن مع منتصف شهر ابريل ممكن ان احنا نبدا نصيف، وطبعا نبدا نخفف بقى يعني واحده واحده، ممكن الاطفال نستنى عليهم شويه لنهايه شهر ابريل. تمام. ده طبعا عشان تجنب نزلات البرد واي اصابه باي امراض خلال هذه الفترة. دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد، شكرا لحضرتك وشكرا لتوضيحك. النهارده بنحتفل بعيد ميلاد
الاستاذ الفنان الكبير علي الحجار اللي ما فيش حد من السبعينات ولا الثمانينات ولا مواليد التسعينات معشي كل مراهقته مع اغانيه. طبعا كل سنه والفنان علي الحجار بالف سلامه وبالف خير. مشاهدينا دلوقتي جه ميعادنا مع موجز الاخبار الساعه دلوقتي 8، فهنتحول لزميلنا حسام واللي هيقول لنا اخر مستجدات على الساحه السياسيه. صباح الخير عليك يا حسام. شكرا جمانه، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. الثامنه بالتوقيت القاهره، السادسه بالتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. نجدد التحيه. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة عبر وسائل التواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأفارقة لبحث سبل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الدول الإفريقية. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال القمة أهمية استمرار التحرك مع الشركاء الدوليين لدعم الدول الإفريقية ومساندتها في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما ما يتعلق بحشد التمويل وتقديم المساعدة المالية الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على أزمة فيروس كورونا. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن مواجهة تداعيات تفشي الفيروس ينبغي أن تكون بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الدول الإفريقية. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 15 شخصا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 296 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم 3 أجانب و117 مصريا، ومن بينهم أيضا عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتة إلى وفاة 8 حالات جديدة. وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الشكر لمصر على دعمها المتواصل والمساعدة في عودة 13,000 من الرعايا البريطانيين إلى بلادهم. وأعرب وزير الخارجية البريطاني في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تقديره لجهود مصر في إعادة الرعايا البريطانيين، مشيرا إلى أن التعاون المصري في ذلك الوقت كان هاما للغاية. سجلت الولايات المتحدة 1480 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7406 حالات. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار بلاده في اختبار لقاحات عدة ضد كورونا، مشيرا إلى ظهور نتائج وصفها بالمبشرة لبعض الأدوية التي تم اختبارها لعلاج الفيروس. وخلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة، قال ترامب إن بلاده في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد الوباء، وأعلن توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين ارتفع إلى 81,639 حالة. كما أعلنت اللجنة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3,326 حالة. هذا وقد أعلنت الصين اليوم يوم حداد على آلاف ضحايا الفيروس، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أنه سيقدم اليوم البرنامج الحكومي لرئيس مجلس النواب مع طلب رسمي لعقد جلسة منح الثقة. وقال الزرفي أنه كلف بتشكيل الحكومة دستوريا، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الحقائب الوزارية وعرضها على البرلمان، مؤكدا أنه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة في تشكيل الحكومة، وأنه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشعب العراقي. نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان صحة تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة انسحاب المملكة من صفقة أوبك وتخطيطها للتخلص من منتجي النفط الصخري. وأكد وزير خارجية السعودي أن المملكة لن تنسحب من الاتفاق، مشيرا إلى خروج روسيا منه في الوقت الذي كانت تحاول فيه المملكة و22 دولة أخرى إقناعها بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق، مشددا على أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف باعتباره جزءا مهما من مصادر الطاقة. إلى أن نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز، موجز جديد على رأس الساعة المقبلة، وإليك جمانة مرة أخرى. شكرا لك يا حسام، بحييك على هذا العرض المميز والموجز لآخر الأخبار السياسية، ونستناك على رأس الساعة 9 عشان تقدم لنا كمان آخر الأخبار السياسية مرة تانية. شكرا لك يا حسام. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرات صباح الخير يا مصر مع حضراتكم، استنونا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه في صباح الخير يا مصر. كنا دلوقتي طبعا معانا تقرير عن الفنان علي الحجار، النهارده بنحتفل بعيد ميلاده، بما اننا بنتكلم بقى عن الفن وكمان مع بدايه تطبيق حظر التنقل اللي خلى الناس كلها تقضي الوقت بالليل في بيوتها، كان الهدوء يمكن بيملا الشوارع كلها، كان في شويه ناس تحس ان الشوارع مخيفه بالليل وبما ان مفيش حد ماشي فيها. الناس اللي بتخلص وتابعت بقى الافلام ومسلسلات الاخبار عشان تعرف الجديد بخصوص فيروس كورونا بيلجأوا للبلكونات عشان يشوفوا الشارع، ودي الحاجه اللي لاحظها عازف كمان شاب فقرر انه يقدم حفله لايف لكل جمهور البلكونات دي، ودي الحفله اللي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا، واستمتع كتير جدا الحقيقه من الناس اللي ما شافوش الحفله لايف انهم يسمعوها اونلاين، وده اللي بقى تقليد يومي بيتم في منطقه الهرم. النهارده معانا في الاستوديو الفنان محمد عادل عازف الكمان اللي بيعتبر من صناع البهجه في وقت الحاضر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير، انا تحت حضرتك. محمد، يعني الفكره يمكن الاول احنا شفناها بره، اتطبقت الاول بره وبعد كده كانت ما توقعناش ان هي ممكن تحصل عندنا في مصر. انت وانت يعني ما جت الفكره دي في دماغك ما خفتش مثلا ان الناس تنتقد او الناس تقعد تهزر او ما تتقبلش الفكره؟ بالظبط، هو في الاول الصراحه انا كنت مقلق شويه، بس يعني قلت اجرب، وفي نفس الوقت كان معايا اخويا ووالدي، فقلت ممكن نعمل ده. هو كيكل اصلا كان الهدف الاساسي ان احنا يعني نكسر الملل للناس ولينا في نفس الوقت من قعده البيت، فحبيت اشارك الموضوع ده مع جيراني، ودي كانت اول مشاركه يعتبر مع جيراني ان انا اعمل الموضوع ده. طلعت السماعه والميكسر وقلت اجرب ونشوف يعني الموضوع هيمشي ازاي. لقيتهم انبسطوا جدا، يعني طلعوا بره البلكونات وسقفوا، وحتى حراس العماره قاعدين قدامنا وبيسقفوا برده قاعدين، وكانت في وقت الحظر، كان الساعة 7:30. حتى ثبت الموضوع ده كل يوم، لما قلت لهم لو حابين كل يوم نعمل ده بعد صلاة العشاء وافقوا جدا ورحبوا. يعني بطلع برضو لايف عندي على الصفحة اللي هي محمد عادل أوبت، بحيث ان الناس برضو تتفرج، لان بدأ في ناس من دول تانية. التاني يوم على طول الموضوع انتشر جدا، فبدأ يبقى في ناس من دول تانية تتفرج علينا، من كندا بقى واسبانيا وامريكا وحتى كمان. لا هو الحقيقه يعني انا شفت الفيديو زي الناس عادي خالص على السوشيال ميديا اول ما نزل، الحقيقه كان يعني وانت بتلعب كمان شفت كان في غالب في الكمان في الكمان في LED كده في الستيك بتاعتك،
الشكل كله من بعيد، يمكن الفيديو كان متصور من بعيد كمان ما كانش باين قوي، بس كان الشكل حلو قوي. كمان الموسيقى كنت بتلعب بحرفيه شديده الحقيقه. بس انت محمد وانت بتتدرب اكيد انت بتتدرب كتير جدا، الناس كانت بتشتكي بقى في العماره من التدريب ده؟ كان في الاول كان اصلا في الجيران اللي جنبي واللي فوقيه على طول كان بيشتكوا اصلا من دلوقتي بقى براحتك طبعا. فدلوقتي لا، بيقولوا لي احنا مستنينا كل يوم يعني عيش براحتك. شفت بقى دلوقتي. طيب محمد قول لي، اول ما ابتديت تلعب هل في بقى ناس انضمت ليك ان هي بقت بتعزف الات تانية، او حتى لو بتغني في حد انضم ليك في المنطقه، منطقه الهرم اللي بتعزف فيها؟ في قريبي اللي هو بيعزف ساكسفون طلع معايا تاني يوم فعلا، ولسه يعني هو كده كده انا بطلع كل يوم لغايه ما وقت الحظر ده ينتهي. ففي ناس برضو هستقبلها في بدا بقى يعني نزلت مره وكنت بجيب حاجه، فقال حد قال لي ان في اصلا حد بيعزف اورج هنا، فقلت له كويس يعني خدت رقمه، وبحيث ان هو يشاركني مره برضو في فقره يعني. وبرضو في ناس صحابي بتغني يعني وكده، بس مشكله الحظر ان هو لازم بقى هيجي فيقعد بقى اليوم كله معايا. فبس بحاول اظبط ده يعني، برضه الموضوع هيبقى لطيف جدا بالنسبه للناس يعني. بص هنكمل في الموضوع ده، ازاي الناس ممكن تشاركك، او اللي عنده موهبه او اللي بيعرف يعزف حاجه ازاي ممكن يشاركك. بس سمعني اول حاجه انت عزفتها اول مره طلعت خالص. انا كنت لعبت اغنيه وحشتيني، وبعد كده كملت بقى مزيكا غربي الاسباسيتو ودانس مونكي والحاجات دي، وبعد كده بدات الناس قالوا لي يعني بدا الناس بقى تشارك معايا وبشاركهم بالمايك، حابين يسمعوا ايه دلوقتي كده. وبعد كده وفي ناس برضو بتيجي لحرس العماره تقول لهم عاوزين يغني النهارده كذا 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 كذا. ده بقى بيعتبرك ليست اصلا دلوقتي. طب واحنا خلينا نسمع حاجه ونرجع بقى لموضوع الليست. يلا هي محمد ما شاء الله، هي الحقيقه فعلا يعني حتى وانا قاعده معاك دلوقتي فكره الموسيقى نفسها بتفرق عامه في المود، وبتفرق في احساس الواحد، وبالتالي بتهدي الوقت كمان اكيد. بصوا انا كنت يعني دايما بيبقى ايه بغير كده بصراحه يعني من الناس اللي هم اوريدي تعبانين جدا، الدكاتره والناس اللي في الجيش والشرطه وكده، فانا حابب ان انا برضو بالظبط يكون ليا دور يعني. اشمعنى انا برضو ممكن اللي معايا بس كمانجا، بس هي ممكن تعمل حاجه. فانا لما عملت الموضوع اللي هو البلكونه دي يعني حسيت بقى ان الموضوع ليا دور، وبس ببساطه اكتر يعني. الروح دي في حد ذاتها يعني انا فعلا بحييك عليها، الروح فكره ان انت عايز تقدم حاجه، مش فكره بس ان انا عايز مثلا اتعرف، او ان انا عايز اتشهر مثلا في المنطقه، او السوشيال ميديا اتشهر. فكره الروح نفسها ان انا اقدم حاجه لبلدي في ظرف زي ده، دي انا بحييك عليها الحقيقه. محمد هرجع تاني معاك لنقطه المشاركات، الناس اللي عايزه تشارك معاك في اداء العزف ده في البلكونات، هل لازم يكونوا معاك في نفس مثلا الشقه او نفس البلكونه، ولا ممكن لو حد جارك مثلا او في عماره جنبك ممكن تقدموا حاجه مع بعض، مش لازم يبقى في تواجد في نفس الشقه او في نفس البلكونه؟ يعني قصدي حضرتك يكون مثلا يعني حد مثلا تاني؟ لو حد في عماره جنبك مثلا، انت قلت لي دلوقتي في حد، عرفت ان في حد جنبك على طول بيلعب بيانو مثلا بالزبط. هل ممكن لو انت مثلا انتوا الاثنين ساكنين جنب بعض، ممكن من خلال ان انتوا كل واحد في مكانه ممكن تقدموا حاجه مع بعض، ولا لازم تكونوا مع بعض؟ الصوت هيبقى مختلف، الصوت هنا مثلا هيروح في مكان وهنا في مكان، فمش هنسمع بعضينا قوي، فلازم تكون في بلكونه واحده. قصدي بس لازم في بلكونه واحده. طيب الليست بقى اللي بتجي لك كل يوم دي بتجي لك بقى من ايه؟ من ناس اهل طبعا المنطقه اللي انت عايش فيها، بتبقى عباره عن ايه؟ معظمها بيبقى عباره عن ايه؟ يعني هم الجيران اللي قدامي، هو انا اصلا يعني طبعا ما كنتش عارف الجيران اللي قدامي كلهم. طيب دلوقتي كلكم عرفتوا بعض صح؟ الشارع كله عرفته. فبيروحوا بقى للحارس عماره يقول له احنا مثلا عاوزين نسمع ام كلثوم، اغاني وطنيه مثلا لكذا، اغنيه فريق الاطرش كذا، وانا بقى ببدا الصبح اجهزهم اظبطها، وبعد كده الساعه 7:30 اطلع وابدا اقول مثلا اغنيه كذا اغنيه كذا اغنيه كذا والعب. بتهيألي حارس العماره هو اكتر واحد مبسوط دلوقتي صح؟ مين؟ حارس العماره بتهيألي اكتر حد بيوصل لك دلوقتي الليست بتاعت المزيكا. طيب محمد قولي وانت بتعزف كده ايه اكتر حاجات الناس تفاعلت معاها؟ الاغاني القديمه بتهيألي. الاغاني القديمه، وكانوا بيحبوا برضو الاغاني الدينيه يعني. بدات اعمل اللي هي اغنيه مثلا زي كامرون، وفي رمضان بتاعه تامر زين، بدات برضو ادخل اغاني دينيه، الناس برضو بتحب الاغاني الدينيه وانا الصراحه بحبها يعني.
وبجانب الأغاني بقى القديمة يعني هم بيتسلطنوا منها جدا يعني. محمد، بتفتكر مثلا الأيام اللي جاية أو الفترة اللي جاية إن شاء الله حتى ما بعد الكورونا، يعني في ناس كتير، في شباب كتير من اللي بتعزف على آلات تانية في مناطق مختلفة بتعمل زي ما أنت بتقدم حاجات في البلكونة وفي أماكنهم طبعا عشان تسلي الناس وتمتعهم وتعدي وقت الحظر، تفتكر بعد الوقت ده، بعد وقت الكورونا، الناس هتتغير ثقافتها إن هي تبتدي تسمع مقاطع موسيقية لآلات مثلا بس، هتبتدي تقدر فكرة الموسيقى لوحدها من غير ما تكون بتسمع لمطرب معين؟ هو أنا شايف اوريدي يعني هو حصل ده، يعني متهيألي أول حد عمل كده أستاذ عمر خيرت، فالناس يعني بقت طابور بس ليه جمهور معين. بالظبط. لا والناس بره يعني بص، هي ممكن بنحاول بقى كل عازف أو كل حد مثلا زي كومبوزر عاوز يعمل ده، هو بيحاول من خلاله بقى ان هو يبقى ليه جمهور وليه، ويحاول يخلي الناس يشوفوا ان لا، ان المزيكا بآلة واحدة بس طبعا مع مزيكا تانية، مع قصدي مع كذا آلة بس يكون هي المين الأساسي، الموضوع مختلف خالص يعني. بالعكس لا، ده بتبقى جميلة جدا، وده متهيألي فعلا زي ما حضرتك بتقولي ظهرت للناس حتى يعني بص الجيران وكده، آلة بس هي اللي بتعزف فبسطتهم، فدي حاجة حلوة. مش لازم قصدي يكون مطرب بس هو اللي بيطلع وبيغني وكده، طبعا مع احترام يعني المطربين، بس أنا قصدي الآلة برضه ممكن تعمل ده. طيب محمد، بما ان احنا بقى بنحاول ان احنا نهون على الناس فترة الحظر ونحاول كمان انه يبقى في توليفة كده جديدة وتوليفة الناس تستمتع بيها، هل ممكن، طبعا أهم حاجة برضه تقليل الاختلاط، هل ممكن يعني يبقى في مثلا آلتين او حد لاعبين تانيين لآلتين مثلا مختلفين يجوا معاك وتبقى زي فرقه مثلا لتمضيه الوقت وتهوين الوقت على الناس اللي ممكن الناس مثلا تتواصل معانا، وبالتالي طبعا بدون ان نتواصل احنا معاك مثلا، وتقدموا حاجه جماعيه بس طبعا مش عدد كبير عشان بنحاول نقلل الاختلاط؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا دي حاجه جميله جدا، ممكن نعمل كده فعلا. طيب قبل بقى ما نروح للاغنيه الثالثه اللي هتلعبها لنا، عايز اعرف منك انت ازاي ابتديت تعزف على الكمان، وهل انت اللي اخترت الكمان ولا تم ترشيحها ليك؟ هو في الاول اخويا هو ليه علاقه بالتمثيل عموما، حببني في الكمانجا، وبعد كده سنه اولى الجامعه اشتريت الكمانجا ورحت اداره الجامعه نفسها، انا كليه تجاره جامعه حلوان عموما، اتعلمت في الاداره لفتره كده مثلا، وبعد كده سنتين على اليوتيوب، وبعد كده اتعلمت مع دكتوره روسيه اسمها دكتوره ايجانا في الكونسرفاتوار بشكل برايفت يعني لمده سنه، وبعد كده كملت بقى مع الموسيقى بقى، فضلت اتعلم في موسيقى الجاز نفسها مع حد اسمه مستر هيربي هانكوك، ده كان ماستر كلاس اونلاين، وبدات اخش بقى اوركسترا وزاره الشباب، شاركت معاهم في مسابقه ابداع، وكنت واخد مركز اول على الكمانجا ومركز ثاني على الجمهوريه، وبدات اخش في موضوع التاليف والتوزيع لان هو ده المين الاساسي بالنسبه لي دلوقتي. شاركت مع في المسرح القومي مع كانت يعني كانت مهرجان في المسرح القومي برعايه استاذ ليحيى فخراني، وكنت واخد برضه المركز الاول في التاليف مسرحيه سيكو. فبس يعني بحاول على قد ما اقدر، ويعني وده برضه من ضمن اهدافي ان يكون ليا فيما بعد ان يكون برضه انا اعمل حفله الناس تحضرها، ويكون برضو ليا مؤلفاتي وتبدا تنتشر شويه. طبعا يعني يا رب نتمنى لك التوفيق يا محمد، بس يعني خليني اخد من كلامك كده، يعني محمد بتعتبر انت ابتديت تتعلم الكمانجا بنفسك، يعني بدايتها كانت ان انت ابتديت بنفسك وابتديت تدور على حاجات اونلاين وتشوف تعلم نفسك بنفسك. طب يا جماعه احنا عندنا وقت فاضي جدا الايام دي، ممكن اللي بيحب فعلا اله معينه، اللي بيحب يعمل اي حاجه ممكن يبتدي يعلم نفسه، وكل حاجه دلوقتي موجوده اونلاين متهيألي يعني. انا دلوقتي حتى يعني حاولت اسهل الموضوع لان في ناس كتير في الكمانجا بالذات مش عارفه تتعلم عليها، هي مش صعبه، هي محتاجه بس طريقه سهله. فعملت قناه كده على اليوتيوب هي برضه اسمها محمد اوبت، فيها سلاسل تعليميه للكمانجا بشكل بسيط جدا، يعني ده في ناس كمان طلبت منك ان انت تعلمها. عملت فعملت القناه دي، وبدا فعلا يعني ناس حتى بتتابعني برضو من دول عربيه تانية، فيا رب يعني لو لحد حابب يعني قصدي يتابع الموضوع ده وبس، فبحاول على قد ما اقدر برضو ابسط للناس فكره الكمانجا، هي مش اله صعبه عموما بس. والله يا محمد انا الحقيقه انا مبسوطه بيك جدا، ربنا يخليك. يعني افكار يعني كتير وانت بتحاول تعمل
بتقدم حاجه مش بس عشان ان انت عشان الكارير بتاعك او اللي انت عايز تحققه، لا بس فعلا فكره كمان ان انت عايز تساعد الناس وتساعد في الازمه دي، دي حاجه يعني الحقيقه تستاهل فعلا التحيه عليها. طيب خلينا بقى نسمع محمد، احنا يعني انا بشكرك طبعا على وجودك معانا، وبشكرك على يعني على المبادره اللي انت قمت بيها في منطقتك. لو كل حد بس في المنطقه اللي حواليه قدم حاجه زي دي هنهون على بعض كتير، ويمكن كمان هنرتقي بذوق العام في الموسيقى وحاجات تانية كتير. ربنا يوفقك يا رب وتحقق كل اللي بتتمناه. ومره تانية يا ريت اللي حابب انه يشارك محمد في العزف، ممكن حتى يعني كمان محمد تشارك في مناطق تانية غير مناطق الهرم، ممكن فعلا بعد الكلام ده بالظبط وتبتدوا تعزفوا في اماكن مختلفه عشان نهون على بعض وقت الحظر. يا ريت تبعتوا لنا على صفحات البرنامج بتاعنا على مواقع السوشيال ميديا اللي موجوده قدام حضراتكم، واحنا هنقوم بالتنسيق ما بينكم. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا مره تانية، وصباح الخير عليك. صباح الخير. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي الفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الفن واللي هتقدمها لنا منى. صباح الخير عليك يا منى مره ثانيه. اهلا بيك يا جمانة من جديد، اهلا بكل مشاهدينا. نبتدي على طول اخبارنا الفنيه اللي بتكون دايما متنوعه. النهارده هنعرف ازاي منى زكي بتحتفل باعياد الربيع، وامتى محمد رمضان هيخلص تصوير مسلسله الجديد البرنس، وعوده ساره سلامه للدراما التلفزيونيه بعد غياب، وايه هديه حسين الجسمي لدول الخليج والعالم العربي. تعالوا مع بعض على طول نبتدي اول اخبارنا بمناسبه اعياد الربيع مع منى زكي اللي اتصورت مجموعة من الصور الجديدة مع المصور خالد فضة، وسيطرت على جلسة التصوير أجواء الربيع والخضرة والورود والألوان المبهجة، وظهرت منى زكي في كامل أناقتها وجمالها، وده في الوقت اللي بتصور فيه منى دورها في مسلسلها الجديد تقاطع طرق مع المخرج تامر محسن، وده بشكل يومي ومن غير أي أجازات عشان يقدروا يصوروا أكبر عدد ممكن من المشاهد، خصوصا أن المسلسل هيتعرض في موسم رمضان اللي جاي. أسبوع واحد بيفصل الفنان محمد رمضان عن تصوير آخر مشهد ليه في مسلسله الجديد البرنس، وزي ما أكد رمضان بنفسه وبدأ عرض البرومو الدعائي الأول للمسلسل اللي هيتعرض في دراما رمضان، وبيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد زاهر ونور، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. وبعد غياب سنتين عن الدراما التلفزيونية بدأت الفنانة سارة سلامة تصوير دورها في المسلسل الجديد يانا يا جدو، واللي كان اسمه كتف قانوني، وكان المفروض يتعرض في رمضان السنة اللي فاتت لكن اتأجل طبعا علشان يتعرض السنة دي. فاضل للمسلسل 15 يوم تصوير ويكون اتصور بالكامل، وبيشترك في بطولته طارق صبري وأحمد بدير. أما بقى نيلي كريم بتواصل تصوير دورها في مسلسلها الجديد بميت وش، واللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي، ونجحت المخرجة كاملة أبو زكري في تصوير حوالي 65% من أحداث المسلسل، وقالت نيلي إنها بتعمل مسلسل يسلي الناس ويسعدهم، وعشان كده اختارت قصة مسلسل ميت وش اللي بيكتبه أحمد وائل وعمرو الدالي، وبتلعب فيه نيلي دور شخصية اسمها سكر بتشتغل في كوافير وبتحب النصب. أما بقى على قناته الخاصة على يوتيوب، المطرب الإماراتي حسين الجسمي نزل أغنيته الجديدة بعنوان بنعدي، الكلمات للشاعر أنور المشيري وألحان فهد الناصر، واللي أهداها لدول الخليج والعالم العربي لبث روح التفاؤل والنظر للمستقبل بعزيمة وإصرار، وطبعا هنتابع الأغنية. حسين الجسمي بيقول فعلا الكل مسؤول عن مصير الكل، علشان كده كلنا فعلا لازم نلتزم. كده خلصت أخبارنا الفنية، لكن فقراتنا لسه مكملة معاكم. إليكي جمانة من جديد. شكرا ليك يا منى، بشكرك طبعا على تقديمك للأخبار الفنية، بشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع لك تاني عشان نكمل معاكي باقي الفقرات. مشاهدينا طبعا احنا العالم كله بيواجه أزمة تفشي فيروس كورونا، بنلاحظ ان كان في استعدادات كبيرة وإجراءات استباقية بتتم، وفي نفس الوقت كان في اهتمام من القيادة السياسية والحكومة بالمنظومة الصحية بشكل عام، وجيش مصر الأبيض من الأطباء وهيئات التمريض بشكل خاص، وده اللي ظهر في إشادات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اللي أكدت على بسالة وشجاعة الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، والإشادات دي اترجمت كمان لقرارات، منها قرار الرئيس السيسي بزيادة 75%
ببدل المهن الطبية، وبعدها على طول وجه رئيس برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا. والنهاردة هنناقش القرارات دي مع ضيفنا المنورنا في الاستوديو الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني. صباح الخير يا دكتور. يعني صباح الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بيكي والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. بداية أنا عايز أعرف من حضرتك رؤيتك لهذه القرارات، وقد إيه هي ممكن تدعم يعني الجيش الأبيض، جيش مصر الأبيض طبعا اللي بنوجه له كل التحية والتقدير، قد إيه ممكن تدعمه معنويا قبل ماديا؟ طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس على دعمه للعاملين بمنظومة المنظومة الصحية، وهو زي ما قال سيادة الرئيس إن ولا كنوز الدنيا كلها تعوض أو تكافئ الجيش الأبيض كل العاملين في القطاع الصحي في الظروف اللي احنا فيها دي. صحيح. لأنهم بالفعل بيتقدموا المسيرة أو بيتقدموا الخط في الدفاع الأول ضد الفيروس كورونا المستجد، ولكن دي خطوات إيجابية في سبيل دعم العاملين بالقطاع الصحي، وإحنا إن شاء الله نتمنى المزيد بعد ما نعدي المرحلة دي وبعد ما ظروف البلد تتحسن بمشيئة الله. بس أنا عايز أقول لحضرتك أستاذة جمانة أن القرارات السيد الرئيس دي ما جاتش من القطاع الصحي نفسه. القطاع الصحي الوقتي كل ما يشغله أن هو يعالج الناس، ان هو يكون على قد المسؤوليه، ان هو يرفع الروح المعنويه لكل العاملين، ان هو يرفع الوعي الشعب لمقاومه الفيروس كورونا. ما حدش فيهم طلب ان هو يزود مرتبات طبعا. طبعا دكتور دي حاجه مفهومه الحقيقه ان الشعب كمان يعني، ولا حتى وزيره الصحه طلبت. صحيح. ولكن دي كانت لمسه وفاء من السيد الرئيس وخطوه ايجابيه نحو دعم العاملين بالقطاع الصحي طبعا. وان شاء الله نتمنى ان هو يتلوها خطوات اخرى طبعا. يمكن كمان يا دكتور شفنا الناس نفسها بتطالب على مواقع التواصل الاجتماعي ان الناس دي يتم مكافاتها ويتم النظر ليها بان هم من اهم الفئات اللي موجوده ومن اهم الخطوط الدفاعيه يعني لمصر. حتى يمكن طبعا الأزمة دي يعني للأسف هي اللي خلت الدور ده يظهر بالشكل ده، ويمكن خلت الخطوات دي تتسرع، خلينا نقول تتسرع. دكتور عايزة أسأل حضرتك، هل الخطوات دي والقرارات دي هل هي كافية ولا لسه محتاجين كمان يعني نعتبرها إن هي بداية ومحتاجين نبني عليها كمان قدام؟ طبعا دي خطوات إيجابية، بداية لدعم العاملين بالقطاع الصحي والمنظومة الصحية. على فكرة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي مش طلباتهم فلوس بس. هو الدخل أو العامل المادي مهم جدا، لكن هم كمان عايزين منظومة يتعلموا فيها كويس، عايزين منظومة يشتغلوا فيها كويس، عايزين منظومة تحميهم، عايزين قانون يحميهم كمسألة طبية. صحيح. محتاجين ان المستشفيات اللي اشتغلوا فيها تكون مستشفيات مستكمله، محتاجين حاجه اسمها جوب ديسكريبشن، محتاجين بريفليج بحيث ان كل واحد يشتغل شغله وكل واحد يبقى طالع من الصبح عارف هو هيشتغل ايه والمستشفى توفر له كل الامكانيات اللي اشتغلها. فاحنا نتمنى ان شاء الله وبعد ما تعدي الازمه والاقتصاد المصري يتعافى، اعتقد ان الدوله هتولي اهتمام كامل بالقطاع الصحي والعاملين بالقطاع الصحي. دكتور يعني لو هنتكلم عن عدد المستفيدين من هذه القرارات دلوقتي، هو عدده قد ايه تقريبا، وازاي ده ممكن ياثر على التعامل مع الازمه الحاليه؟ طبعا احنا انت عارفه القرارات زي ما احنا قلنا ان زياده بدل كادر المهن الطبيه 75%، ودي كان بياخده من 400 ل 700 يعني حوالي من 300 ل 500 جنيه كل فرد. كمان انشاء صندوق لمخاطر المهن الطبيه، دي قرار برضه من السيد رئيس الجمهوريه. وكمان في مكافئات تشجيعيه للعاملين بالعزل والحجر الصحي ومستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزيه، دي برضه هيبقى لهم مكافئات مجزيه. كمان الموضوع الاطباء الامتياز، 12,000 طبيب امتياز هيستفادوا من التكليف الرئاسي لوزير الماليه. واحنا كمان بنناشد السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الماليه بان الجامعات الخاصه اطباء الامتياز نعتبرهم برضو من يسري عليهم القانون او تسري عليهم القرار
ان هم ياخدوا كمان ال 2200 جنيه لانه دول اوريدي تخرجوا بالفعل وممكن يشتغل فتره الامتياز دي في جامعه تانية او في مستشفى تعليمي او مستشفى صحه او في محافظته غير المحافظه اللي اتعلم فيها. واحنا مش عايزين يبقى في فوارق، احنا خلاص احنا تبنينا هذا ان هو يكون طبيب، فلازم اعطي له الثقه ولازم اشجعه ولازم يحس ان هو وزميله الاثنين الكفاءه والعمل والالتزام هو اللي هيفرق بينهم. والتقدير ايضا. والتقدير. صحيح يا دكتور. دي كلها قرارات هامه جدا في دعم المنظومه الطبيه الصحيه والعاملين بالقطاع الصحي. طبعا احنا املنا بعد كده ان شاء الله زي ما قلنا في دعم اخر هيبقى فيه مجموعه قوانين، تعديل في قوانين محتاجينها. على رأس هذه القوانين محتاجين قانون، وده يمكن اللي هو عايزينه بسرعة عجلة الأيام دي، لأنه أنا بعتبره أمن قومي. صحيح. إن الطبيب أو أيا كان عامل في القطاع الصحي في الظروف اللي احنا فيها دي، ولا قدر الله يتوفاه الله وهو يعمل في القطاع الصحي في أماكن معالجة ضد فيروس كورونا، نعتبره من الشهداء مثله زي شهيد القوات المسلحة والشرطة، لأن ده فعلا على جبهة دفاع عن الوطن. صحيح. مش هو على الجبهة بس، ده هو داخل الجبهة، داخل صحيح. الجبهة نفسها. أعتقد أن المعاش الحالي للأطباء والعاملين في القطاع الصحي يمكن 1000 جنيه، 1200 2000، ده ما يقدرش أسرة تعيش عليه الأيام، ولا يتناسب مع ما يؤديه بالظبط وما يتعرض له من مخاطر. ده هو بيروح مستشفى الحجر او مستشفى العزل وعارف ان هو فرصه عاليه جدا اللي هو لا قدر الله يتصاب. واحنا من برنامج نتمنى لهم يا رب كلهم ربنا يحفظهم ويخلوهم لينا ويحفظهم دايما في الصفوف الاولى دفاعا عن الوطن. امين يا رب. اتمنى ان اعتبارهم من الشهداء، وده عايزين المفتي الجمهوريه والشيخ الازهر ووزير الماليه والحكومه تتبنى هذا الاقتراح، ان هو يعتبر شهيد ويسري عليه هو واسرته ما يسري على شهداء القوات المسلحه والشرطه. هو ده يمكن اللي احنا محتاجينه بسرعه عاجله الايام دي، لكن بعد كده الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي مش هيكلموا في اي حاجه الا لما الازمه تعدي والعالم كله يشهد ان العاملين بالقطاع الصحي في مصر والحكومه المصريه أدت على أعلى مستوى، لأن إحنا دلوقتي جزء من العالم بيحارب وباء، وإحنا لازم إحنا مساهمين في هذا، وإحنا مش هنقول إن الوباء ده تخطينا المرحلة الخطر بتاعته إلا لما كل العالم هو كمان يعدي المرحلات دي. صحيح طبعا. صحيح. يمكن كمان يا دكتور الحقيقة إن الأطباء أدوا دورهم زي ما حضرتك قلت بشكل يعني بشكل فعال جدا وبشكل مشرف جدا من غير ما يسألوا على أي تعويض، ودي يعني من أهم كمان من أهم الخطوات اللي خلت الناس تحس فعلا بأن هم كل همهم الناس، أولويتهم هي صحة الناس. وحقيقة كمان أن الدكتور المصري أو الطبيب المصري من زمان جدا معروف ومشهود له بكفاءته، يعني دي حاجة كانت معروفة من زمان جدا. دكتور، القطاع الصحي غير مقتصر على الأطباء فقط، يعني في عاملين فيه كتير كمان، في التمريض طبعاً. في كمان الصيادلة وغيره طبعاً. عايز أسأل حضرتك دلوقتي على السلطة التشريعية، القوانين اللي بيتم البت فيها حاليا لتحسين الخدمات وتحسين أوضاع هذه الفئة أو هذا القطاع حاليا، إيه هم القوانين اللي حضراتكم شغالين عليها في البرلمان؟ أنا عايز بس أقول لك قبل موضوع القوانين إن الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي دول من أرقى الطبقات اللي في المجتمع. صحيح. يمكن أنا كنت في السعودية في مستشفى الملك عبيس في مكة المكرمة ومستشفى النور، أنا فاكر وأنا محرم ورايح أحج أنا ومجموعة من زمايلي المصريين، أول ما كان حصل شتاء جامد وأعصار إحنا فكنا الإحرام ورجعنا تاني، رغم إن إحنا كنا خلصنا فترة عملنا ورجعنا تاني عشان لو حصل مخاطر نكون موجودين. أما حصل وإحنا في الدمام المسجد في القطيف حصل عليه هجوم إرهابي، أنا كان المنزل بتاعي جنب قريب من المستشفى، طلعت من صلاة الجمعة وأنا لابس عباية بيضة عادية، رحت دخلت على المستشفى وفتحت قسم العمليات ولبست لبس العمليات. المصريين معدن أصيل بيبان طبعا. في الشدة بيبان طبعا. وقت الشدة، وعلينا أن نثق في أنفسنا.
صحيح، نثق في انفسنا طبعا مهمه الحبيب. جدا ان احنا نثق في انفسنا. صحيح، مش كل خطا بسيط نعتبره ان هو حاجه مشكله وياثر علينا وياثر على نفسيتنا. المصري معدن اصيل وذات حضاره وبيظهر وقت الشده، ما نخافش ابدا على بلدنا. بالنسبه لسؤالك الوجيه، وهو ان التامين ان اللجنه الصحيه في مجلس النواب ايه المشروعات اللي احنا بنستعد للتشريعها؟ طبعا احنا عندنا مشروعات تمت بالفعل، وفي حاجات احنا ان شاء الله في بصدد مناقشتها وانهائها. اهم حاجه عندنا التعديل في قانون كادر المهن الطبيه. انت عارفه قانون كادر المهن الطبيه ده فيه فقره ماده 19 بتقول ان المتمتعين بالكادر ما ياخدوش ميزات اخرى، ده معناها يعني. فاحنا بنعدل الماده دي، وكان في كمان مواد 14 و15 و16 بيركزوا على قيمة بدل النبطشيات وبدل السهر والحاجات دي، فدي عاملة مبلغ محدد. وده لا يليق الوقت باللي بتأديه الكادر المهن الطبية. يعني تخيل ان واحدة تقعد نبطشية 8 ساعات تاخد 15 جنيه، او بدل عدوى ياخد 19 جنيه. طبعا ده لازم يتعدل. طبعا اللي هو بدل العدوى لازم يتعدل، المكافئات اللي بياخدوها او البدلات مقابل النبطشيات والسهر لازم تتعدل. فدي ان شاء الله احنا بصدد بعد ما تعدل الازمه دي ان شاء الله هنعدل القانون ده، ونعدله في صالح دعم منظومه الصحيه. يعني عايزين يكون فحواه مقابل عمل، انت هتاخد مقابل مادي مقابل عمل تؤديه. مش عايزين برضو نساوي بين كل الناس، اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش. صحيح، اللي في المستشفى فيه شغل وكثافه عاليه زي اللي في وحده صحيه ما بيشتغلش. هيبقى ان شاء الله احنا هنعدله عشان يقول كل واحد انت اعطيت هتاخد. ده قانون مهم جدا ان شاء الله احنا مقدم بيه مشروع قانون ناقشناه قبل كده، كان في مقاومه من وزاره الماليه، لكن بعد اللي حسن ده اعتقد مش هيكون في مقاومه اكيد. طب دكتور، طيب القانون الثاني المهم جدا جدا وده محتاجينه برضه، وده في شعره معاويه، اللي هو قانون المسؤوليه الطبيه. انت عارفه دلوقتي ان اي طبيب لا قدر الله بيبقى عنده خطا طبي، طبعا الاخطاء الطبيه اغلبها مش مقصود، طبعا نادرا ما يكون في حاجه خطا فادح نتيجه قصور في المعلومه او قصور في الاهتمام بالحاله. في اخطاء بيسموها مضاعفات. الوقت اول ما حد يشكو طبيب بيبص تلاقيه واقف قدام النيابه، واللي بيحقق معاه راجل نيابه محترم بتاع قانون، لكن هو يمكن ما يقدرش ما يكونش ملم صحيح بايه اللي بيحصل في الحالات دي. ودي للأسف عشان ناس كتير أطباء تعرضوا للموقف ده، بدأ أغلب الأطباء الشبان يهربوا ويروحوا التخصصات اللي هي ما فيش فيها احتكاك بالمريض مباشر، زي المعامل زي الأشعة زي الجلدية الحاجات دي، ودي خسرتنا كتير جدا. ما عندناش الوقت عدد كافي من أطباء العناية المركزة اللي احنا في أمس الحاجة إليهم الوقت، ما عندناش عدد كافي من أطباء التخدير اللي احنا في أمس الحاجة إليهم، ما عندناش عدد كافي من التخصصات النادرة زي جراحة المخ والأعصاب وزي جراحة الأوعية الدموية والجراحات الدقيقة. فأعتقد أن قانون المسؤولية الطبية ده لازم أن هو يكون من أولوياتنا عشان نحمي الطبيب، وفي نفس الوقت نحمي حق المواطن. صحيح، ما يكونش على حساب حق المواطن برضه، ولازم يبقى فيه يتعامل بحياديه تامه. صحيح، عشان كل واحد ياخد حقه. المشروع الثالث كمان اللي احنا يهمنا جدا، وهو الشهاده الموحده للدراسات العليا في التخصصات الاكلينيكيه. انت عارفه دلوقتي احنا عندنا بيتخرج حوالي تقريبا 9000 ل 10000 خريج كل سنه، اللي بيلاقوا فرص للدراسات العليا 2000 او 3000 بس. عندنا شهادات اكاديميه، رقم قليل، رقم قليل جدا. السبعه دول بيبقوا جي بي او بيغيروا مسار او بيبقى ممارس عام، يعني مشكله، وسبعه بيتقوموا على سبعه بتكون على سبعه مشكله. احنا دلوقتي بصدد الشهاده الموحده، وده مشروع انا مقدم بيه مشروع قانون. الشهاده الموحده زي العالم كله، زي ودي بتبقى زماله او بورد، زي الامريكان بورد، زي الكنديان بورد، زي الزماله البريطانيه، بحيث ان هي بتدي فرصه ان انت تشغلي كل المستشفيات وتاخد
كل الخارجيين زي ما المعالي الوزيره تفضلت وزيره الصحه، ودي كان رؤيه صائبه منها ان كل الناس لقوا فرص دراسات عليا مجرد يتخرجوا، ولكن ده مش هيتاتى الا لما انا اعمل برنامج كويس للدراسات العليا هو الزماله المصريه او البورد، وان انا يكون في مشاركه بين وزاره الصحه والتعليم العالي. القانون الاهم بقى من ده كله وده اللي هيجمع كله تحتيه وهو المجلس سريعا جدا للاسف عشان في مجازعه على راس الساعه المجلس الطبي المصري. المجلس الطبي المصري ده مشروع قانون بتجهيزه الحكومه، وده هيكون كل المستشفيات تحتيه ان شاء الله. دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقه ان الطب هو مهمه اكتر من ان هو مهنه، والبنيه التحتيه لاي بلد عايز تتقدم هي التعليم والصحه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور مكرم رضوان عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، صباح الخير على حضرتك ونورتنا. صباح الخير حضرتك. صباح الخير. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لموجز الساعه 9 واللي هيقدمه لنا حسام. صباح الخير عليك يا حسام من جديد. اهلا بك يا جماعه مره ثانيه، واهلا بضيفك الكريم، واهلا بالساده المشاهدين. التاسعة في القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من القادة الأفارقة لبحث سبل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الدول الإفريقية. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال القمة أهمية استمرار التحرك مع الشركاء الدوليين لدعم الدول الأفريقية ومساندتها في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما ما يتعلق بحشد التمويل وتقديم المساعدة المالية الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على أزمة فيروس كورونا. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن مواجهة تداعيات تفشي الفيروس ينبغي أن تكون بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الدول الإفريقية. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 15 شخصا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 296 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم 3 أجانب و117 مصريا، ومن بينهم أيضا عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتا إلى وفاة 8 حالات جديدة. وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الشكر لمصر على دعمها المتواصل والمساعدة في عودة 13,000 من الرعايا البريطانيين إلى بلادهم. وأعرب وزير الخارجية البريطاني في تدوينة له على صفحة تويتر، أعلن عن تقديره لجهود مصر في إعادة الرعايا البريطانيين، مشيرا إلى أن التعاون المصري في ذلك الوقت كان هاما للغاية. سجلت الولايات المتحدة 1480 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7406 حالات. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار بلاده في اختبار لقاحات عدة ضد الفيروس، مشيرا إلى ظهور نتائج وصفها بالمبشرة لبعض الأدوية التي تم اختبارها لعلاج الفيروس. وخلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة، قال ترامب إن بلاده في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد الوباء، وأعلن توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لكبح جماح الفيروس. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين ارتفع إلى 81,639 حالة. كما أعلنت اللجنة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3,326 حالة.
هذا وقد أعلنت الصين اليوم يوم حداد على آلاف ضحايا الفيروس، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أنه سيقدم اليوم البرنامج الحكومي لرئيس مجلس النواب مع طلب رسمي لعقد جلسة منح الثقة. وقال الزرفي أنه كلف بتشكيل الحكومة دستوريا، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الحقائب الوزارية وعرضها على البرلمان، مؤكدا أنه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة في تشكيل الحكومة، وأنه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشعب العراقي. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالاباس أنه من المتوقع أن يؤدي الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى ركود عالمي ضخم، ومن المرجح أن يلحق أكبر الضرر بالدول الفقيرة والضعيفة. وأكد مالاباس أن البنك الدولي يعتزم الرد بقوة بشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة، مشيرا إلى عزمه التواصل مع عدد من الدول الإفريقية. قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم الكونكاكاف تأجيل نهائيات دور الأمم التي كانت مقررة بين 4 و7 يونيو المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا. كما أعلن الكونكاكاف تأجيل مباراة المؤهلة لبطولة كأس الذهبية المقررة في يونيو، وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل. وجاء إعلان الكونكاكاف بعد توصية من الاتحاد الدولي الفيفا بتعليق جميع أنشطة اللعبة في يونيو القادم، وبناء على القرار سيتم تحديد موعد جديد للنهائيات التي تتنافس فيها كوستاريكا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة. ختام هذا الموجز نعود مرة أخرى إلى زميلتي العزيزة جمانة وبقية فقرات صباح الخير يا مصر، إليك يا جمانة. حسين بشكرك شكرا جزيلا وبحييك لهذا الاستعراض المميز لآخر مستجدات على الساحة السياسية. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول عشان نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في استعراض باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الرياضه واللي هتعرفنا عليها منى. صباح الخير عليك يا منى من جديد. اهلا بيك يا جمانه من جديد، اهلا بكل مشاهدينا. يلا مع بعض نبتدي على طول اخبارنا الرياضيه واللي هنبتديها كالمعتاد من النادي الاهلي اللي هيجتمع فيه ريني فايرل المدير الفني لفريق الاهلي مع لجنه التخطيط لكره القدم في النادي عشان يحددوا مصير المغربي وليد أزارو والمعار لنادي الاتفاق السعودي واللي هتنتهي فترة إعارته نهاية الموسم ده، واللي كمان قدم أداء متميز مع الفريق السعودي هيتحدد في الاجتماع إذا كان اللاعب هيرجع للفريق الأهلي ولا هتتجدد فترة إعارته مرة تانية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة على نادي الزمالك قيمتها أكتر من 1,000,000 يورو، وده بسبب شيكابالا بعد ما نادي الزمالك رفض يدفع قيمة بدل الانتقال لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي اللي كان بيلعب فيه شيكابالا، وفي بند في عقده بيقول إنه في حالة عدم الالتزام بدفع بدل انتقال اللاعب في الميعاد المحدد النادي هياخد 400,000 يورو غير 10% فوائد سنوية في حالة عدم السداد. ومن ناحيته ابتدى نادي الزمالك ان هو يفتح خطوط تواصل مع لشبونه لحل المشكله بطريقه وديه. المسؤول عن اتحاد الكرة كشف سبب تأخير صرف مستحقات الحكام في يوم واحد على كل مناطق الجمهورية زي ما قررت اللجنة الخماسية في الاتحاد. السبب كان الضوابط اللي اتحددت للبنوك واللي بتسمح بسحب مبلغ معين، وده عمل صعوبة في سحب مبلغ المستحقات بالكامل، وكان الحل إن المناطق تاخد شيكات وتصرفها على حسب الضوابط البنكية، وبالفعل تم صرف مستحقات الحكام في 8 مناطق لغاية دلوقتي.
بسبب تجميد النشاط الرياضي سافر اللاعب الأمريكي أليكس يونغ لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي لبلده عشان يكون مع أسرته خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، وده بعد ما شاف أن النادي بيتحمل مرتبه من غير ما يستفيد منه، فاقترح اللاعب عليهم أن هو يسافر في فترة تجميد النشاط ووافق النادي وعمل إجراءات تأمين سفره مع السفارة الأمريكية وأكد عليه الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية. أما بقى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حسمت مصير الدوري اللي كان متحدد له 30 إبريل علشان يستأنفوا الماتشات تاني، لكن الرابطة أصدرت بيان رسمي قالت فيه أنه مش هيرجع الدوري إلا بعد ما تستقر الأوضاع بشكل نهائي بعد انتهاء أزمة كورونا ويكون في أمان لكل الناس. وقررت الرابطة تقديم مبالغ مالية للدعم الخدمة الصحية والوطنية والمجتمعات والأسر المحتاجة في إنجلترا بسبب الأزمة دي، ربنا يعديها على خير. المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قالوا إنهم بيدرسوا إمكانية تغيير ميعاد بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في الشهور الأخيرة لسنة 2021 أو لبداية 2022، لأن هيكون في صعوبة في تنظيم البطولة في شهر 2021 زي ما كان مقرر، ده لأن الجو في الكاميرون البلد اللي هتستضيف البطولة هيكون شديد الحرارة، وده اللي دفعهم إنهم يفكروا في تغيير الميعاد في وقت يكون مناسب ليهم أكتر. وبكده فقراتنا الرياضية خلصت النهاردة، لكن فقراتنا في صباح الخير يا مصر لسه مستمرة، هنرجع تاني لجوانا. إليك جوانا من جديد. شكرا ليك يا منة، بشكرك وبحييكي على عرضك لآخر الأخبار الرياضية. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم ومكملين معاكم في باقي فقرات صباح الخير يا مصر. طبعا المرحلة الحالية اللي بنمر بيها محتاجة إجراءات قوية جدا، إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، ورغم تأمين الدولة لكل احتياجات المواطنين من خدمات وأدوات ومنتجات وسلع، بنلاحظ إن في مخالفات بتحصل من ناس بتحاول تستغل الأزمة، وده غريب. يعني متهيألي مفيش حاجة ممكن تبقى أكتر من وباء تردع بني آدم، يعني إنه يخاف، حتى يعني لو مش هنقول هيخاف مثلا من شكله قدام الناس، طب يعني خوفه من ربنا، ولكن يعني الدولة قررت إنها تتعامل يعني في الموضوع ده بالذات بكل حزم لمنع استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار والغش اللي وصل حتى للمنتجات الطبية الوقائية، تغيير التخزين اللي بيحصل للسلع الاستراتيجية لاحتكارها، وطبعا الأجهزة الرقابية بتشتغل لمواجهة كل ده، وفي توجيهات واضحة وصريحة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضبط الأسواق، ده غير التوجيهات الحكومية للوزارات المعنية، وده اللي هنناقشه النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لسيادتك وللشعب المصري كله. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا يا فندم. سيادة اللواء، عايزة أبدأ مع حضرتك عن رؤيتك للاستعدادات اللي اتخذتها الدولة في ضبط الأسواق. طبعا مصر كانت دولة سباقة في مواجهة انتشار وباء الكورونا، يمكن احنا من اولى دول العالم اللي هي اهتمت بمتابعة هذا المرض. صحيح. وانتشاره، ويمكن زيارة السيدة الدكتورة وزيرة الصحة للصين عخر دار. صحيح. هذا الداء ومنبع انتشاره، يعني توضح مدى اهتمام مصر بالتعرف على ملابسات هذا المرض وأسلوب وتدابير مواجهته في الصين الدولة الأولى اللي هي انتشر من خلالها. السيد رئيس الجمهورية بيتابع يوميا الخطوات والإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتبع، لأن الموضوع ده موضوع يهم الأمن القومي بدرجة عالية جدا. اتصالات مع رؤساء الدول و المؤسسات الصحة العالمية وغير ذلك من المؤسسات المعنية بانتشار هذا الداء. على المستوى المحلي رئيس الوزراء أصدر يوم 24/3 حزمة من القرارات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض مجرد بدايات ظهوره، وإحنا لغاية دلوقتي يعني في حالة أمان الحمد لله. حد يعني كبير. الأعداد بالضبط في يعني الإطار المتوقع عن دول تانية تفوقنا بأعداد في يعني اللهم احفظنا، ربنا يستر على مصر يا رب إن شاء الله. فهو الجهود اللي بتبذلها الحكومة جهود مشكورة. الإعلام الحقيقة كان ليه دور رائد في توعية المواطن ودفعه للتعامل مع هذا الوباء بشكل علمي.
الخطوات المتبعه حاليا في وزاره الصحه للاستعداد لمواجهه هذا المرضيه للغايه. بس هو يحتاج الى وعي المواطن واهميه تعاونه مع مؤسسات الدوله لتنفيذ القرارات والاجراءات الاحترازيه التي تم اتخاذها. ويمكن المستشار النائب العام اصدر توجيهات للنيابات بضروره الحزم في مواجهه اي تجاوز او اي مخالفه للاجراءات اللي بتتخذها الدوله، لان المهمه كلها على الشعب، على المواطن. صحيح. المواطن لابد ان هو يحمي نفسه، يحمي اسرته والمحيطين فيه. دور المواطن اهم من دور الحكومه حاليا. صحيح. هو الحقيقه المواطن لو ما التزمش فعلا، يعني كل مجهودات الحكومه دي للاسف يعني اكن ما فيش حاجه حصلت. ويمكن سياده اللي هو زي ما حضرتك قلت، فكره ضبط الاسواق دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه تعتبر امن قومي، لان زي ما شفنا يمكن في الاول الناس كانت خايفه من فكره نقص السلع التموينيه، فابتدوا ينزلوا بشكل كبير جدا، وبشكل يمكن شفناه الناس قاعده تتكلم على الزحمه اللي كانت موجوده في الاسواق وفي السوبر ماركتس والهايبر ماركتس عشان يقدروا يلموا المنتجات، لان هم كانوا خايفين وكان في اشاعات بالفعل بنقص السلع. فكان ده كان يعني زي ما حضرتك قلت دور الاعلام ان هو وضح الصورة، وكمان دور الحكومه طبعا مشكوره، يمكن ده اللي هدى الناس وخلاها تقعد في البيت وتطمن ان السلع التموينيه موجوده. سياده اللواء، هرجع لحضرتك تاني للاستعدادات والاجراءات اللي اتخذتها الحكومه. عايزه اسال حضرتك عن ابرز هذه الاستعدادات، وازاي بيتم التعامل مع المخالفين؟ هل بيتم التعامل معاهم بشكل قانوني عادي وطبيعي، ام دلوقتي احنا بنتعامل في وقت ازمه وظروف استثنائيه او حسب قانون طوارئ؟ تمام. احنا طبعا بيحكمنا في هذه الفتره قانون الطوارئ اللي تم مده. الاجراءات اللي اتبعتها الحكومه واللي صدرت عن السيد رئيس مجلس الوزراء يوم 24 اللي هو منع الانتقال او التحرك من الساعه 7 مساء الى الحظر الجزئي. الحظر الجزئي والمحال التجاريه وتعليق الدراسه والطيران. صحيح. المجموعة الإجراءات الاحترازية التي اتبعت، المخالفة فيها بيتعرض المسؤول عنها لعقوبة الحبس إلى 4000 جنيه غرامة، إلى جانب القوانين الأخرى اللي هي منع الاحتكار والتدليس والغش في السلع. زي ما حضرتك قلت إن في بعض المنتجات مغشوشة أو ويتم التصدي بحزم بحملات من جانب المسؤولين في وزارة الداخلية، يمكن يوميا عدد كبير من القضايا. ودي اللي خلت السيد المستشار النائب العام يوجه النيابات التصدي والتعاون لردع كل من يتجاوز او انه يستغل هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعه من خلال غش او احتكار سلع معينه، السلع الاستراتيجيه الهامه اللي هي بتتعلق بحياه المواطن زي الدقيق والزيت. صحيح. دي احتجازها الناس بتحتجزها بكميات لاستغلالها في تحقيق ارباح غير مشروعه، دي برضه فيها عقوبة قد تصل إلى غرامة 1,000,000 جنيه وغلق المحل ومصادرة السلعة. هناك قوانين معمول بها حاليا رادعة وكافية لمواجهة أي تجاوز، والدولة كلها مستنفرة بمؤسساتها جميعا لمواجهة هذا المرض اللي هو يهدد الأمن القومي المصري في الصميم. يعني فإحنا مسألة تحتاج إلى المواطن أن يعي هذه المخاطر والتهديدات، وأن هو يتعاون مع الدولة حتى نمر ان شاء الله منها بسلام ان شاء الله. سيادة اللواء، يمكن قبل ما انتقل للنقطه اللي بعدها، عايز اسال حضرتك هل في امكانيه للتصالح؟ يعني دلوقتي تم ضبط حد من الناس اللي بتغش في الاسعار او بتخزن السلع، هل ممكن انه بعد ما يتم ضبطه هل ممكن انه يتصالح مع الدوله او انه يدفع مبلغ معين ويكمل، ولا لازم العقوبات هي العقوبات رادعه ولا رجعه فيها بما ان احنا في قانون طوارئ؟ طبعا هو طبعا قانون الطوارئ المسألة بتحتاج ردع كامل، لا تصالح ولا تهاون مع أي جريمة ترتكب، لأن دي حياة مواطن وحياة شعب. صحيح. أقصى عقوبة ممكن تنفيذها بياخدها اللي بيتجاوز، ودي بتحرص عليها الدولة حاليا وبكل قوة، وما فيش تصالح مع اي مخالفه بترتكب. سيادة اللواء، يمكن حضرتك الكلام اللي بتقوله دلوقتي بنوضحه للمشاهدين، دي رساله تطمنهم كلهم، ويمكن كمان بتدي المواطن
بتفهمه دوره ان هو كمان ليه دور، يعني هو المواطن هو بيتعامل كمان مع الاسواق دي وبيتعامل مع التجار دي. دور المواطن في هذه الفعاليات، يعني هل دلوقتي مواطن راح لمكان بيشتري منه حاجة، لا انه التاجر مغير في سعر سلعة او انه اكتشف انه مخزن سلعة، ايه اللي المفروض يحصل لو حد من المواطنين اكتشف يعني احدى هذه الجرائم؟ وطبعا لازم احنا بنقول ان المهمة 80% من نجاحها مسند للمواطن. صحيح. المواطن عليه دور كبير في التعاون مع الدولة لتحقيق الاستراتيجيات اللي تم وضعها لمواجهة انتشار الفيروس. طبعا عليه أنه يخطر ويبلغ فورا كل المؤسسات المعنية هتتعاون معاه، وهيبقى في سواء من جهات الضبط في وزارة الداخلية أو جهات التحقيق في النيابة العامة، هيبقى في تحقيق سريع وفي قضايا سريعة لأي تجاوز. الناس اللي بتحتجز السلع لإعادة بيعها بأسعار عالية أو احتجاز سلع استراتيجية، كل الكلام ده حاليا من الأهمية أن احنا نتعاون كمواطنين مع سلطات الدولة والإخطار عن أي تجاوزات أو أي جرائم. وده بيبقى من خلال حماية المستهلك يا سيادة لو مظبوط؟ حماية المستهلك وأجهزة وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، كل أجهزة الدولة مستنفرة لمواجهة أي تجاوزات من شأنها يعني زيادة الأعباء على المواطن أو استغلال الظروف الاستثنائية اللي احنا بنمر بيها. طيب سيادة لو خلينا ننتقل لنقطة تانية، أنا بالنسبة لي من نقطة الحقيقة والأفعال الغريبة جدا، يعني بالنسبة لي حتى يعني منطقيا مش قادرة أبرها ومش قادرة أفسرها، فكرة الغش التجاري وخصوصا في المواد الطبية حاليا. العالم كله الحقيقة دلوقتي كله بيتكاتف فكرة إن حد ممكن يغش حتى في كمامات وكحول، يعني ده بيتم التعامل معاه إزاي؟ في قضايا الغش والتدليس بيخضع مرتكبها لعقوبة رادعة ومصادرة لما يتم ضبطه وغلق المحال اللي هي بتطرح هذه أو المخازن اللي هي بيخزن فيها هذه المواد المغشوشة، سواء أدوات أو عقاقير أو مواد زي ما حضرتك قلت المطهرات وغير ذلك. اللي بالفعل في بعض الناس اللي بتستغل الظروف وتحاول ان هي تتكسب بطريقه غير مشروعه من تصنيعها تحت بير السلم بدون اي رقابه من جانب الجهات المعنيه، ودي بتعرض صاحبها لعقوبه رادعه يعني. سيادة لواء، يمكن ان شاء الله بعد ما نعدي هذه الازمه ونخرج منها ان شاء الله يعني واحنا باقل الخسائر باذن الله، ايه اللي ممكن نبني عليه بعد هذه الاجراءات وهذه القوانين؟ وزي ما حضرتك اتكلمت في اجراءات رادعه، ازاي نقدر نبني على هذه الاجراءات وعلى هذه القوانين ان احنا لضبط الاسواق طبعا في الفتره اللي جايه، بما ان احنا هنبقى انجزنا انجاز كبير جدا في الوقت ده؟ طبعا احنا حاليا بالفعل الحاله اللي احنا بنمر بيها وضحت بعض السلبيات اللي موجوده واللي احنا اعتدنا عليها بقى جائلين متواجدين في اماكن والتجمعات والرقابه على السلع الغذائيه، والكلام ده كله يحتاج الى يعني دراسه لاسلوب جديد للتعامل مع السلع الغذائيه اللي بتباع للمواطن، بحيث ان احنا نحافظ على الصحه العامه ويبقى في نوع من انواع الرقابه الصارمه لاي تجاوزات، لان صحه المواطن تهم الامن القومي المصري وبتهم الدوله. ويمكن احنا شفنا الاجراءات اللي اتبعت دي ما كناش نتوقع ان احنا نصل الى هذا المستوى العالي، واللي بتشيد به منظمة الصحة العالمية وبعض مؤسسات العالمية ان مصر بالفعل تعاونت مع المجتمع الدولي. يمكن المؤتمر الاخير اللي عمله السيد الرئيس مع الرئيس الفرنسي وبعض الدول الافريقية للتعاون مع الدول الافريقية لمواجهة هذا الداء، لان الدول الافريقية بالفعل بتفتقر الى القدرات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة وتحتاج الى دعم من جانب العالم. ويمكن مصر حاليا بتقوم بدور جيد في التعاون مع كل دول العالم لمواجهة الظاهرة. طبعا يمكن مصر من اوائل الدول اللي بدأت ان هي تطبق فعلا روح التعاون وفهمت
ووضحت للعالم وصدرت للعالم فكره ان تجاوز هذه الازمه مش هيكون الا من خلال التعاون الدولي. أكيد. ما ينفعش فكره ان أكيد. الانانيه دلوقتي غير مطلوبه تماما ومش هتفيد اي حد، لانه الوباء ما بيعترفش الحقيقه بحدود ابدا ما بين دول ولا ما بين قريه صغيره. صحيح. المؤثرات اللي بتاثر في دوله بتنعكس على الدول الاخرى طبعاً. وبالتالي لابد من اجراءات وقائيه على مستوى العالم، ويمكن منظمه الصحه العالميه حاليا بتقوم بدور مشكور لمواجهة هذه الظاهرة. صحيح. سيادة اللواء، أخيرا عايزة أسأل حضرتك على الناس اللي بتتجاوز الحاضر، مواعيد الحاضر. في منهم في الأول حقيقة ما كانوش مدركين لصرامة هذا الحاضر، ما كانوش متخيلين إن هو هيبقى للدرجة دي، وفي منهم للأسف سواء عاملين أو عمالة غير منتظمة أو أي حد حصل له أي ظرف اضطر يكسر الحظر واضطر ينزل. عايزة أسأل حضرتك التعامل مع الناس أثناء ما بيبدأ وقت الحظر، ازاي التعامل لو حد كسر الحظر وهو عنده سبب مقنع، هل بيكون في استثناء او ازاي؟ يعني لو حضرتك توضح لنا التعامل بيكون ازاي. طبعا القانون صار واضح وفي سلطة تقديرية للسلطات الدولة اللي هي المعنية بتنفيذ القرارات الاحترازية دي. إذا كان هناك حالة ضرورة فبيبقى في نوع من أنواع، ولكن الضرورة ويكون في دليل على أو إثبات على هذه النيابة العامة. صحيح. بيبقى في نوع من أنواع تقدير الموقف ده متروكة لسلطة الدولة. صحيح. سيادة اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي من مجلس النواب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عفو. ويا رب إن شاء الله الأزمة دي تعدي على خير. إن شاء الله مصر آمنة، ومصر إن شاء الله هتخرج من هذه الأزمة بإذن الله بسلامة إن شاء الله. واحنا بنشكرك على البرنامج العظيم ده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وطبعا نورتنا، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم وفقرات صباح الخير يا مصر، لسه مكمله لحضراتكم لغايه الساعه 10، لكن هنطلع فاصل سريع دلوقتي ونرجع لحضراتكم على طول. مشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي جه ميعادنا ان احنا نروح لعالم السوشيال ميديا ونعرف الناس كانت بتتكلم عن ايه من امبارح على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نروح لحسام، هو اللي هينقل لنا الصوره بقى كلها، صوره السوشيال ميديا. صباح الخير عليك يا حسام مره تانية. اهلا بيك وجمانه. وطبعا الصوره المسيطره، طبعا الحديث مستمر دايما عن فيروس كورونا، ويمكن طبعا مبادرات الدعم المختلفه، رسائل التضامن ايضا المختلفه، النجوم المصريين والعرب كل واحد بيعبر بطريقته طبعا وعن قدرته ايضا في الدعم، سواء بالكلمه سواء بتبرع سواء ايضا بمبادره. هنشوف مع بعض النهارده بعض المبادرات دي. كمان الفنان احمد السقا نشر امبارح على حسابه على انستغرام صوره جديده من كواليس برنامجه الجديد اللي هيتم عرضه في شهر رمضان بعنوان اغلب السقا، وزي ما حضراتكم هتشوفوا معانا في الصور هيجمعوا ايضا مجموعه كبيره من النجوم هتشاركوا فيه ايضا كضيوف في برنامج اغلب السقا في رمضان القادم ان شاء الله. احنا كنا عارفين موهبتها طبعا في لعب كره القدم، لكن دلوقتي كمان عرفت ان هي بتعرف تغني، ربنا يبارك لك فيها طبعا النجم الكبير محمد صلاح. هنروح كمان لصوره ثانيه، الفنان هاني عادل نشر على حسابه في موقع فيسبوك بوست بيقول اللي وحشاه شوارع وقهاوي وسط البلد هيشوفها النهارده في اغنيتنا الجديده بالليل، وملحوظه اتصورت قبل الحظر بكتير وخليك في البيت، تعالوا نشوف الاغنيه اسمها ارقص مع الدنيا. او هنشوف البوست كمان مع حضراتكم. اللي وحشاه شوارع وقهاوي وسط البلد هيشوفها النهارده في اغنيتنا الجديده بالليل، زي ما قلنا حضراتكم اتصوروا في وسط البلد. طبعا من محبيه وسط البلد هيعرف انه كان ليهم اغنيه زمان بعنوان وسط البلد كانوا بيغنوا فيها برضو عن كل الملامح اللي ممكن تشوفها في وسط البلد، فدي ممكن تكون نوستالجيا وفرصه كبيره لجماهير وسط البلد عشان يشوفوها مره ثانيه. الفنان رامي جمال نشر على حسابه في موقع انستجرام دعاء وجهه لعمال اليوميه اللي تاثروا بمواجهه انتشار فيروس كورونا، تعالوا نشوف كمان البوست بيقول ايه. بيقول رامي جمال ربي تعلم أن ضعفاء وأنت القوي، ربي تعلم أن أغلب أهلنا يعملون باليومية ولا يستطيعون البقاء بالمنزل مضطرين، وأنت الرزاق نعلم أن البلاء جند من جنودك ونحن عبادك، فيا رب عاملنا بلطف وستر ورحمة
ودخلنا رمضان فرحين بزوال البلاء. يا لطيف دعوانا ليك فاستجب. كمان بندعي معاك وبندعي مع كل الناس ان شاء الله ان ربنا يستجيب لدعائنا وتمر الايام دي على خير. نرجع مره ثانيه لجمانة وبقيه فقرات صباح الخير يا مصر. حسام بشكرك طبعا شكرا جزيلا. ومتهيألي كمان اخبار السوشيال ميديا من اهم الاخبار طبعا اللي بنتابعها خلال البرنامج. بشكرك جدا يا حسام. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر. وخلال الفترة اللي فاتت شفنا كتير من الجهود اللي بتقوم بيها الجامعات المصرية عشان تساهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والجهود دي علمية ومجتمعية وكمان صحية. ومع دور البحث العلمي والمستشفيات الجامعية في مواجهة الوباء، ده غير دورها في تقديم الخدمات الدراسية للطلاب بعد قرار تعليق الدراسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وده اللي هنتكلم فيه بشكل أكبر مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة رندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا دكتور. بداية عايزة أعرف من حضرتك الجهود اللي قامت بيها جامعة بنها لمواجهة فيروس كورونا. الحقيقة مش بس جامعة بنها، كل الجامعات المصرية قامت بدور كبير جدا طبعاً. لكن خليني أتكلم أنا من منطلق وجودي في الجامعة. إحنا الحقيقة ما بدأناش دلوقتي، إحنا بدأنا من أول ما ظهرت كلمة كورونا في الصين. كنا لازم نستعد. أول حاجة كان لازم نستعد بزيادة الوعي بتاع المجتمع. جديدة علينا قوي إزاي نطهر الأماكن، إزاي نطهر البنشات، إزاي نتعامل مع كل الإجراءات الوقائية. صحيح. الحقيقة كوننا فريق عمل كلية الطب، لجنة مكافحة العدوى في كلية الطب، في كمان لجنة مهمة جدا في الجامعة للأزمات والكوارث، مكافحة الأزمات والكوارث. كونا لجنة وابتدت تشتغل بسرعة جدا. الأول بدأنا على مستوى الجامعة، رحنا عملنا جلسات توعية يمكن من أول يناير لكل الكليات في الجامعة، مش للأساتذة وللطلبة. بعد ما خلصنا الدائرة الضيقة بتاعتنا في الجامعة والمدن الجامعية، ابتدينا نفتح الدائرة شوية علشان نشوف المدارس. صحيح. رحنا لكل المدارس، الفريق اللي هو بتاع الجامعة رحنا لكل المدارس، وما كناش بنخاطب بس أعضاء، ما كناش بنخاطب بس التلامذة، احنا كنا بنخاطب التلامذة وكمان أولياء الأمور. فكنا بنروح الميتينجز دي في أيام مجلس الآباء. وبعدين فتحنا البرجة الأكتر، ابتدينا نروح على النقابات، ابتدينا نروح على النوادي، ابتدينا نروح على مراكز المرأة. فأنا أعتقد أن الفترة الأولانية اللي هو كان لسه بداية الكلام في يوهان، أعتقد أن جامعة بنها قامت بدور محمود جدا في مكافحة هذا الوباء. ابتدى بقى الكلام يوصل لنا شوية، فابتدينا نشوف إحنا هنعمل إيه. كان مهم جدا 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 أن إحنا نبتدي بالتطهير. طبعا جيش مصر عمل شغل رائع، بس هو برضو الجيش لوحده ما يقدرش يعمل كل حاجة. صحيح. فابتدينا وتعاوننا جدا الحقيقة، وعايزة أوجه الشكر لوزارة الزراعة، الناس بتوعها مع الناس متطوعين اللي من الجامعة ابتدوا يرشوا كل مباني الجامعة، وده اللي ساعدنا كمان وقف الدراسة. فالدنيا كانت أسهل بالنسبة لنا شوية. طهرنا كل المعامل، كل البنشات، كل المدرجات، كل المكاتب، مبنى إدارة الجامعة، مبنى المدينة الجامعية، كل المباني المهمة جدا. ومش بس طهرناها مرة واحدة، ده احنا عاملين جدول بحيث ان الجدول ده يلف كل 10 أيام لكل الأماكن في الجامعة. اللي ساعد كمان احنا عندنا فرع جديد للجامعة في مدينة العبور. الحقيقة الناس اللي هناك قاموا بشغل رائع كعمل تطوعي، مش بس في مباني الجامعة، ده هم ابتدوا كمان يخرجوا لبرة، يعني الميدان المحيط بالفرع في العبور ابتدوا يدخلوا كمان في الجامعة، في القليوبية، في الأقسام، دور الأيتام، المشاغل، كل حتة تقريبا كانت محتاجة دعم للتطهير الفريق ده اشتغل فيه. ده بالنسبة للتطهير، لكن احنا مش بس بنقف عند التطهير، احنا دلوقتي كمان مرحلة تانية في حاجات مهمة جدا دلوقتي ابتدينا نفكر فيها، او مش ابتدينا، احنا مفكرين فيها يعني تقريبا بننفذها. زي ايه؟
زي الحاجة الشديدة جدا للتنفس الصناعي، للماكينات اللي بتساعد على التنفس الصناعي. صحيح. طيب دي نعمل فيها ايه؟ وكمان الحاجة الشديدة جدا ان احنا نطهر المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية. هنا لقينا يعني الحقيقة شبابنا اللي هم هيعملوا بكرة، شبابنا يفرحوا، ولازم كل طبعاً واحد في مصر يفرح بشبابنا اللي هيكملوا بعدينا، اللي فاجئونا كمان يا دكتور، وفاجئونا بصراحه. دي حقيقه. ابتدينا نعمل ايه؟ اولا احنا بنها لاكي جدا لان احنا عندنا كليتين هندسه، عندنا هندسه شبرا وعندنا هندسه بنها، فعندنا كليتين هندسه وعندنا اقسام هندسه طبيه. بسرعه جدا ابتدينا نفكر ازاي نصمم بوابه رخيصه التكلفه وفي نفس الوقت نحطها على ابواب المستشفى بحيث ان كل المترددين على المستشفى والعيادات الخارجيه او الاستقبال، اي حد داخل المستشفى بترش عليه بخار امن جدا بتصنيع من متركب في كليه الزراعه، بترش عليه بحيث انها تطهر اللبس وكل اللي حواليه. طيب ما فكرتوش يا دكتور، متهيألي دي حاجه مهمه جدا، ما فكرتوش ان هي او يعني ما تمش الطلب او تم حتى انه مبادره ان الالات دي تكون موجوده على ابواب مثلا الاماكن الحكوميه والحاجات والمواصلات كمان، يعني الحاجات الناس بتتردد عليها بشكل كبير؟ والله احنا دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله هنركب اول بوابه من تصنيع الطلبه بتوعنا ودعم من المجتمع المدني. يعني المجتمع المدني كمان قام بدوره على اكمل وجه. الناس قالت احنا هندعم التكاليف بتاعه البوابه وهنهديها للجامعه. فاحنا دلوقتي مركزين الاول يوم الاثنين او يوم الثلاث على الاكثر هنركب اول بوابتين على مداخل المستشفيات الجامعيه، لكن بعد كده ان شاء الله احنا بنامل ان احنا نعممها على اي مكان محتاج الفكره بتاعه التطهير. مش بس كده بقى، احنا دخلنا في مرحله اكتر شويه، دخلنا في مرحله تصميم اجهزه التنفس الصناعي. الحقيقه اسامي الهندسه الطبيه في جامعه بنها عملوا شغل جامد جدا، وخصوصا كان واقف معاهم واحد نقطه لما ابتدت الشركات العالميه تطرح على النت التصميمات فور فري، هم حلوا العقبتين اللي كانت واقفه معاهم. الحمد لله وصلوا لتصور كامل لاجهزه تنفس صناعي معاهم، مش بس كمان الهندسه، ده احنا معاهم فريق من الطب طبعا. الجيش الابيض مش بس بيشتغل في عنابر المستشفى، ده كمان بيساهم في تطوير الاجهزه، معاهم فريق من الطب الحقيقه اداهم الخبره، وعندنا كمان مركز رائع في جامعه اسمه مركز الابتكار تايكو، ده بيلم كل الاقتراحات والمقترحات والابتكارات بتاعه الجامعه، فده كان داعمهم جدا. الجروب الجميل ده وصلنا اخيرا للتصميم بتاع التنفس الصناعي، هيتعمل ممكن يشتغل مانيوال وممكن يشتغل بالكهرباء لمده اسبوعين ان شاء الله. يعني اي هوب ان شاء الله باذن الله ان احنا في خلال اسبوع 10 ايام نكون انتجنا اول جهاز تنفس صناعي يا رب ان شاء الله بجهود الطلبه ان شاء الله. والحقيقه ان الجهاز ده طبعا من اهم دلوقتي من اهم ادوات مجابهه فيروس كورونا، يعني دي كان اهم جهاز دلوقتي احنا محتاجينه، وحتى الدول العظمى دلوقتي بتسعى ان هي تنتج اكبر كميه منه. صحيح. دكتور هنتقل معاكي لنقطه مهمه جدا، وهي اجتماع ممثلين جامعه بنها مع ممثلين جامعه وهان الصينيه، كان في اجتماع امبارح. يعني متهيألي الاجتماع ده اكيد في مخرجات مهمه جدا من الاجتماع ده، عايزه حضرتك تكلمي عن تفاصيل الاجتماع ده. احنا الحقيقه من الجامعات المحظوظه، احنا عاملين تعاون وبروتوكول تعاون مع جامعه يوهان من سنه 2017، عملنا معاهم مؤتمرين قبل كده، اخرهم كان مؤتمر كليه الطب السنه اللي فاتت، كان مؤتمر طبي كبير وكان بالاشتراك مع جامعه يوهان، بس كان قبل الجائحه بالظبط. الحقيقه يعني احنا كمان بنتابع مع حضرتك، وحضرتك تتكلمي دلوقتي صور على من صور من الاجتماع، كانت المبادرات المشتركه ما بين جامعه بنها وممثلين كمان جامعه ووهان. ايوه. الحقيقه هما من اكتر جامعه استجابوا لنا بسرعه علشان نعمل معاهم اونلاين ميتنج.
نناقش ايه الخبره بتاعتهم الهاندز اون. هم ناس دي الناس اللي اشتغلت فعلا. صحيح. فغير لما تاخدي منهم الخبره غير خالص لما تاخدي الخبره من بيبر او تاخديها من اي هيئه. انت بتسمعيها من قلب الحدث. صحيح. فالحقيقه وسيناريو ناجح، يعني مش بس سيناريو كان فيه بدايه انتشار المرض، ولكن سيناريو ناجح للقضاء، او مش هنقول القضاء طبعا، حصر المرض بشكل كبير. نعرف منهم what is the best practice. ايه احسن حاجه عملوها نقدر احنا نعملها هنا تساعدنا. الحقيقه كان معانا فريق مكون من حوالي 6 علماء ساهموا بشكل واضح في مكافحه الكورونا، رئيس قسم القلب، رئيس قسم الحالات الحرجه، رئيس قسم التخدير، رئيس قسم العدوى، الناس اللي هي كان ليها رول، الرئيس اسم الطب الصيني، الطب اللي هو البديل، الطب البديل، وكان ليه وكلم حلوه قوي بتاع الطب البديل الحقيقه. وكان في طبعا فريق كبير من كليه الطب جامعه بنها، العميد ومدير المستشفيات ورئيس قسم النساء واساتذه من النساء والقلب والجهاز، من كل التخصصات الحقيقه. عرفنا بقى منهم حاجات رائعة. أنا عايزة هي فرصة كويسة أن أنا أقولها الحقيقة. هم طمنونا جدا وسألتني أنتوا وصلتوا لكام دلوقتي، فقلت لها إحنا يعني كنا مبارح لسه 800 وحاجة، قالت لي أنتوا لسه في الأول خالص، إن شاء الله تقدروا تنتصروا على الموقف ده. وجميل بقى أنهم قالوا إن ما تقلقوش يا جماعة، 81% من عدد المصابين بيبقوا مايلد، يعني أقل كمان من العادي، حالة بسيطة، حالات خفيفة، حاجات بسيطة جدا وبتشفى. أهم حاجة، أهم حاجة إن إحنا نعرف نحس بسرعة، نتفادى الزحمة. لو أي حد عنده أي عرض يقعد في البيت، من فضلكم نقعد في البيت. ده مش كلامي كمان، ده كلام الناس اللي في وهان اللي ايدهم كانت في الموضوع، يعني لدرجة ان انا سألتها سؤال الحقيقة احب اقوله برضو، لان محدش كان متخيل. احنا فاهمين ان بتشخصي الكورونا ان لو في كحة جافة في حرارة، الناس كتير جدا كانت بتقول ان في لو في حرارة. قلت لها هل ممكن كحة جافة بس من غير حرارة تقول ان ده ممكن يكون عنده كورونا؟ قالت لي عندنا حالات كانت كده. ودي مهمه جدا يا جماعه، اي حد بيكح، اي حد بيكح مش معنى كده ان انت لا قدر الله في حاله حرق. قالت لي بس ده بيبقى بقى حاله بسيطه جدا، واهم حاجه فيه ان هو يقعد في البيت يتغذى كويس، يبعد عن المخالطه بتاعه البيت، يعمل كمامه، ودول نادر جدا ان هم ينقلوا عدوى او ان هو يرجع لهم كمان مره. دي حاجات كلها مطمئنه طبعا. بس طبعا عايزه اقول حاجه، احنا مش عايزين لا نهون ولا نهول طبعا، احنا عايزين ناخد كل احتياطاتنا. اهم احتياط يا جماعه نقعد في البيت. اي حد بيكح بيعطس، اي حد حاسس باي حاجه، ارجوكوا اقعدوا في البيت. اي حد ما يخرجش لو عنده مشوار مش مهم، ما نخرجش غير في الحاجات المهمه جدا جدا. دكتور رندا، يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقه ان يمكن الرساله اللي حضرتك وجهتيها اكيد اكيد هتطمن ناس كتير. الناس كانت بتخاف دايما، فكره ان الحراره عليت شويه، حد عنده كحه على طول بيقلق وعلى طول بيصاب بالذعر، وكمان المحيطين بيه طبعا بيخافوا جدا. كمان فكره انه ازاي الصين قدرت تحصر المرض بالشكل ده، وكان عندهم بقى اعداد كبيره جدا زي ما شفنا. هم دلوقتي السيناريو ناجح في حصر المرض بشكل كبير جدا. أنا بشكر حضرتك الحقيقة على كل الرسائل اللي قدمتيها لنا، وكل الرسائل اللي حاولتي تطمني بيها الناس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتينا. دكتورة رندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها، بشكر حضرتك يا فندم جدا، وصباح الخير على حضرتك. شكرا جزيلا، صباح الخير على مصر. صباح الخير يا فندم. مشاهدينا للاسف خلاص حلقتنا خلصت مع حضراتكم، لكن لسه طبعا فقراتنا ما بتخلصش واخبارنا ما بتخلصش. احنا هنكون معاكم على مدار الاسبوع طبعا من الساعه 7 لغايه الساعه 10، ولكن قبل ما اختم احب اقول لحضراتكم واكد مره واثنين وعشرة، ارجوكم ابقوا في المنازل، ارجوكم بلاش ننزل الا لو في حاجه ضروريه جدا. احنا كلنا في حرب مع بعض،
حرب ما ينفعش حد فيها يحارب لوحده. لو ايا كانت الجهود اللي اتعملت، ايا كانت الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذت، ولا حاجه من غيرنا، ولا تسوى اي حاجه من غيرنا. الناس اللي شغاله في المستشفيات، الدكاتره، الممرضين، اي قطاع شغال زي ما بنتابع مع حضراتكم كل يوم على ارض الواقع بينزل وموجود في الشارع، فعلا كل الجهود دي هتضيع على الارض لو احنا ما التزمناش. مره ثانيه بناشد حضراتكم وبرجوكم نقعد في البيت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. استنوا بكره برنامج صباح الخير يا مصر من الساعه 7 للساعه 10. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.